هل هناك حلول للسمنة المفرطة غير عملية جراحية؟ في ناس بتخاف لكن هيعمل جراحة. لا احنا نعمل انهي عملية من عمليات السمنة؟ ثلاث عمليات لتحويل المسار. العملية عشان تعتمد تاخد 20 سنة. نسبة سرطان القولون، البروستاتا، الصدر، كل ده في المرضى اللي بيعانوا من السمنة. ايه القول الفصل؟ ايه الجايد لاين في الدباسات؟ الدباسات لازم تستخدم مرة واحدة. جراحة السمنة نص سطحية، الحوار فيها تفاصيل دقيقة جدا. جراحة السمنة حاجة والتجميل ده حاجة تانية. الأستاذ الدكتور شريف حتحوت، أستاذ جراحات السمنة المفرطة وجراحات المناظير، كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات المناظير. أهلا بكم، النهاردة حلقة مهمة جدا جدا في عالم السمنة. السمنة كما نعلم لها مضاعفات عنيفة جدا، والسمنة أقسام طبيا. السمنة أنواع، في سمنة مايل، مودريت، سيفير، في موربت أوبيستي، ففي تقسيمات للسمنة. طبعا كلكم عارفين طبقا لما يسمى بالبادي ماس اندكس أو معدل كتلة الجسم. في نوعية معينة من السمنة بيسموها السمنة المفرطة، دي قد تقتل المريض في أي وقت. معروف جدا اللي عندهم سمنة مفرطة ممكن يتعرضوا إلى ذبحات صدرية، يتعرضوا إلى ارتفاع في ضغط الدم، يتعرضوا إلى نزيف، يتعرضوا إلى جلطة في المخ، يتعرضوا إلى جلطات في الشريان الرئوي، يتعرضوا إلى كانسرز. فالسمنة مرض، يعني مش إحنا اللي بنقول كده، ده العالم كله اللي بيقول كده. والعالم لما حط أساليب لعلاج السمنة، أساليب كثيرة، نظام غذائي، الرياضة، أساليب الجري، الرياضة مش عارف إيه، السباح، كل دي أساليب تخسيس. في نوعية معينة من جراح من السمنة المفرطة، العالم برضو، شوف خلي بكرر كلمة العالم، العالم يعني العالم الطبي، الكتاب، الكتب، الطب، مش إحنا، الكتاب الطبي المحترفين في العالم كله لقوا إنه في سمنة مفرطة لا يمكن علاجها إلا بجراحات. جراحات المعتمدة في العالم دلوقتي أشهرهم جراحتين، جراحة تكميم المعدة وجراحة تحويل المسار. دي الجراحات المعتمدة في العالم كله، يعني في أمريكا، في أوروبا، في اليابان، في الشرق آسيا، كل العالم بيعمل الجراحتين دول. في جراحات أقل شهرة لكن دول الجراحات. جراحات دي ليها مضاعفات، احيانا المضاعفات دي تكون موجوده، في منهم مضاعفات لا تزيد بنسبتها عن 2-3%، نقول 3%. في قرار اتخاذ انه مريض عنده سمنه مفرطه يعمل جراحه سمنه مفرطه، ده قرار مش سهل، بيتخذه الدكتور المعالج والمريض عندما تفشل المحاولات في التخسيس ويكون وصل إلى مرحلة السمنة المفرطة ويكون في خطورة على حياته من السمنة المفرطة. في بقى كمان حاجة، فاكتور مهم قوي اسمه جراح سمنة مفرطة، ده مهم قوي بقى. ومين اللي هيعمل هذه الجراحة المعتمدة عالميا اللي بتعمل في العالم كله وبتتعمل في مصر، في القصر العيني وفي الأزهر وفي عين شمس وفي كل الجامعات، وفي أقسام ليها أو وحدة يعني ناس متخصصين في جراحات السمنة. في مواصفات لجراح السمنة ينبغي أن تختاره. فإحنا النهاردة في لقاءنا المهم جدا، وإحنا النهاردة حلقة يعني مهمة قوي، لازم نفهم يعني إيه جراحة السمنة، من الذي ينبغي أن يعمل جراحة السمنة، طب لما هيعملها هيختار جراحه إزاي، مين هو جراح السمنة المفرطة، ما هي المضاعفات المحتملة وكيفية التعامل معها، عشان نرسم خريطة هذه المنطقة. ده حوار مثير ومهم جدا، وأعتقد أنه هياخد وقت مش قليل، لأنه يعني لازم نحط النقط على الحروف، إحنا اللي نحط النقط على الحروف، أهل الطب، مش أي حد غير متخصص، والحوار لكل غير المتخصصين عشان يفهموا، عشان لما يتكلموا فيما يتعلق بالطب أرجوهم يرجعوا للمتخصصين.
زي ما احنا مثلا بنيجي نتكلم في السياسه لازم نرجع للسياسيين بنفتيش. صح. حواري النهارده مع واحد من قمم جراحات السمنه في مصر واسم كبير في هذا المجال، وطبعا زي ما بيقولوا لا يفتى ومالك في المدينه، فانا طلبت منه هذا اللقاء وهو مشكورا لبى هذه الدعوه، القمه العلميه الكبيره والاسم الكبير والجراح القدير الاسم العالمي الكبير استاذنا الاستاذ الدكتور شريف حتحط. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور عين. النهارده الحوار هياخد وقت شويه فمش هتعبك معايا. انا والله سعيد جدا اولا على الدعوه دي. اشكرك اللي انت لبيت الدعوه. لا والله بجد، وخصوصا انه في الفتره الاخيره في شويه دوشه كده على جراحات السمنه، في بعض الحالات حصل فيها وفاه مورتاليتيز. طبعا انت خلاص عزالة لاي حد. طبعا عزالة لاي حد. فانا الحقيقه لقيت ان انا من واجبي ان انا اجي علشان اوضح ايه هي مضاعفات جراحات السمنه، وهل هي الجراحات دي جراحات امنه ولا لا. انا مش هتكلم عن مصر وتجربه، انا بتكلم على معايير عالميه. ولذلك انا كنت سعيد كمان الحوار يكون مع حضرتك. انا دايما بحب حوار ان حضرتك طبيب نابه وبتعرف تناقش وبتعرف المحاور بتاعك ده بيقول كلامه مظبوط ولا لا، وبتعرف تزنقه يعني. فاهلا بيك، واحنا ان شاء الله نتكلم. احنا عندنا كذا محور، يعني غالبا هيكونوا ثلاث او اربع محاور. الاول عايزين نفهم السمنه المفرطه، وبعدين عايزين نفهم العمليات، ونفهم يعني ايه مضاعفات، ونفهم اختيار الجراح. ده مهم قوي اختيار الجراح، لانه ممكن عمليه تبقى خطيره جدا لو الجراح ما كانش متخصص. طبعا تبقى مش عمليه، تبقى حاله انتحاريه. طبعًا. زي بالظبط ما انا اركب طياره، معلش تشبيه ده مهم جدا. صحيح. مع واحد ما بيعرفش يسوق طياره، مش طيار. صح. او مش ممكن يكون ايه فاهم في الطيران، ممكن يكون مهندس طيران بس مش طيار. صح. ما هو ده فرق بين استاذ جراحه وبين جراح سمنه مفرطه. طبعا في فرق بين. طبعًا. يعني ايه سمنه مفرطه؟ السمنه المفرطه برضو انا دايما كعادتي لما هتكلم معاك انا هتكلم على المعايير العالميه، لانه موضوع السمنه المفرطه ده مش موضوع في مصر ولا ده موضوع على مستوى العالم. وبنقول ان الاحصائيات العالميه اللي منزلها منظمه الصحه العالميه انه اكثر الجراحات العمليه، الجراحات التي تجرى على مستوى العالم هي جراحات السمنه المفرطه دلوقتي، اكثر من اي جراحات ثانيه. تخيل، اكثر من جراحات اللوز على مستوى العالم. ليه؟ لانه السمنه المفرطه زي ما احنا بنقول ده مرض، ومش بس مرض، لا ده بيسموه دلوقتي epidemic of morbid obesity او وباء السمنه المفرطه. السمنه المفرطه ببساطه شديده جدا يعني عشان ابسطها للساده المشاهدين، لو هم دلوقتي بيتفرجوا علينا وفي ايديهم موبايل يجيبوا الكالكوليتر، واول حاجه يضربوا الطول بتاعهم في نفسه بالمتر، بسموه مربع طول بالمتر. يعني ايه؟ يعني لو طولك 170 سنتي مثلا، تضرب 1.7 في 1.7 هيطلع 3. وزنك تقسمه على رقم ده، نقول وزنك مثلا 90، ب 90 على 3 30، ده اسمه معدل كتلة الجسم او البي ام اي او البادي ماس اندكس. المفروض حاصل القسمة دي ماكسيمم يكون 25، يعني قسمت وزنك على مربع الطول بالمتر 23 24 لغاية 25 انت وزنك كده كويس. لقيت الرقم 26 27 28 انت هنا في مرحلة بيسموه اوفر ويت، يعني انت زايد شوية، تخلي بالك، تخلي بالك من اكلك، تخلي بالك من رياضتك. 30 فما فوق دي بيسموها دلوقتي حاليا السمنه المفرطه. شوف احنا العالم كله دلوقتي ماشي في سكه انه بيخفض معدل كتله الجسم على اساسه يعمل الجراحه. كان الاول نقول لو حصل الاسم ده او معدل كتله الجسم 35 فما فوق ومعاك سكر او ضغط انت تعمل عمليه. دلوقتي نزلوها ل 30، لو معدل كتله الجسم بتاعك 30 فما فوق ومعندك امراض مصاحبه للسمنه المفرطه اللي هم حوالي 500 مرض، انت هنا ممكن تعمل ايه؟ جراحه السمنه المفرطه. ان لقوا الاخطار الصحيه للاوزان اللي هي معدل كتله الجسم فيها فوق 30 اكتر بكتير من بعض المخاطر اللي بتيجي مع العمليه دي، من ضغط وسكر وكوليسترول وقلب وجلطات في المخ وسرطان وتاخر الحمل عند السيدات ومشاكل اجتماعيه. يعني بينزلوا دلوقتي، يعني بيقللوا حجم الوزن الزايد اللي يخليك تعمل عمليه. ده هو تعريف السمنه المفرطه في العالم كله. مفيش حد ايه مختلف عليه. طيب ايه هي العمليات المعتمده عشان نبتدي كده قبل ما نخش في المضاعفات سريعا؟ يعني العمليات دي ارجو ان الساده المشاهدين ياخدوا كلامي ده، ده دستور، مش انا اللي بقوله، ده دستور العالم كله حاطط. العمليات المعتمده الان هي نمره واحد
تكميم المعدة بالمنظار، نمرة 2 عمليات تحويل المسار، تحويل مسار مصغر. وانا عايز اقول لك مثلا عمليه زي تحويل المسار المصغر دي عقبال ما اعتمدت، يعني ايه نقول اعتمدت؟ يعني اعتمدت من الجهات العلميه العالميه. خدت 20 سنه. دكتور روتلج اللي عملها كان ابتداها سنه 97، اعتمدت عالميا مما فيش من كام شهر، يعني اخدت 20 سنه عشان تحويل المسار المصغر، تحويل المسار الكلاسيكي. الان في اوروبا وامريكا في بيعملوا تحويل المسار نوع اسمه سادي وليس ساسي. وهنقول ايه الفرق بينهم، شرحناها في حلقه او شرحناها قبل كده. ثم الحلقه، حلقه المعده اللي هي تتركب بالمنظار، بس ابتدت دلوقتي تقل في العالم كله في طريقه انها تقل. يعني نقدر نقول انها في انجوينج الحلقه دي، انها ما تبقاش معتمده، يعني قريب جدا ابتدت تقل، ان الريزلتس بتاعتها نتائجها مش ساتسفاين، مش حلو. يبقى تكميم المعده وتحويل مسار، سواء تحويل مسار المصغر او كلاسيكي، او الحلقه دي اخر حاجه. غير كده لا يوجد عمليات معتمده، ما فيش حاجه اسمها تدبيس معده، ما فيش حاجة اسمها طي المعدة لسه، دي لم تعتمد. ثنائي التقسيم، ثنائي التقسيم الساسي دي لم تعتمد لسه. فدي كلها عمليات، دي كلها عمليات يعني لا أنصح إن حد يعملها. العمليات المعتمدة تاني حسب الجمعية الأمريكية لجراحة السمنة والسكر، وحسب الإحصائيات، هي حتى مش بتقول كده على رأيها، بتقول إحصائيات، بتجيب بيبرز وأبحاث وأعداد من العالم كله من الشرق والغرب. أكتر من 50% من الجراحات بتكره هي عملية تكميم المعده، ثم تحويل المسار سواء مصغر او كلاسيكي، ثم نمره 3 حلقه المعده بتقل دلوقتي في العالم. دي هي العمليات الايه؟ عشان ما يجيش حد يقول لك انا عملت عمليه طي المعده وجالي مشاكل، انا عملت عمليه تدبيس المعده وجالي مشاكل، فتعتبر ان دي من العمليات المعتمده لجراحات السمنه وتسيء لسمعه ايه؟ جراحات السمنه. يبقى انت المفروض الدور عليك كمريض ترفض انك تعمل طي المعده، ترفض انك تعمل تدبيس المعده، ثنائي التقسيم لسه عمليه في طور التجربه لسه لم تعتمد. خلاص؟ لما حضرتك بقى تبقى تعمل العمليات المعتمده دي، تعالى نتكلم بقى في الايه؟ ايه مضاعفاتها؟ وازاي تتفاداها وازاي تعالجها؟ مضاعفات جراحات السمنه، اولا انا قبل ما اتكلم على المضاعفات لازم اتكلم كيف تختار جراح اللي هيعمل لك العمليه. توقعت على حضرتك تختار اختيار عشان ما تجيش تعمل عمليه من المعتمدين. ما ده الترتيب الزمني. انت عندك سمنه وفهمناها وفهمت العمليات، اول حاجه هتعملها ان انت تروح تختار جراح عشان ما تجيش تعمل تقول انا عملت العمليات المعتمده بس جالي كذا. لا، ما هو في ستاندرز العالم كله برضو حطها مواصفات، مين هو جراح السمنه ده؟ اولا لما تروح تلاقي واحد جراحه سمنه ومعاها بيعمل شد ومعاها بيعمل شفط ومعاها مش عارف ايه، بلاش. لانه تاني شد البطن او شفط الدهون دي تتبع جراحه التجميل، بيعملها دكاتره جراحه التجميل اللي معاه دكتوراه في جراحه التجميل. يبقى انا لما اجي كده اشوف السي في بتاع الدكتور الاقي اول حاجه ايه؟ دكتوراه جراحه التجميل. ده مش بتاع السمنه. لا، عايز دكتوراه جراحه عامه. هنقول ليه؟ بس اكرر عشان بس الكلام النهارده، معلش زي ما قلت لحضرتك ايه، هنعطلك شويه لا وهناخد وقتنا براحتنا خالص. نكرر، لو انت رحت للدكتور لقيته بيقول لك انا هعمل لك شد وشفط مع عمليات، او لقيت واحد عيان قاعد جنبك، او لقيته هو نفسه بيتكلم في اي حاجه بيسموها ده برنامج وبيدعوا ان هو برنامج طب، رغم ان انا شايف برامج، يعني انا معلش مع احترامي لكل القاعات المحترمه، برنامج طب يعني برنامج بيقدمه دكتور، ده مبدئيا، وبيستضيف دكتور له قيمه والكلام يبقى محترم، يعني ما هو الثلاث حاجات دول لازم يتوافروا. فلو انا لقيت واحد بيتكلم وهو جراح سمنه في الشفط والشد، ده بقى حاجه غلط. ولو لقيت واحد بتاع تجميل بيتكلم برضه في جراحات السمنه، برضه دي حاجه غلط طبعا. يبقى دي اول حاجه. مش انا اللي بقول على فكره، ده الجمعيه الامريكيه لجراحه السمنه والسكر والمنظمه الافسو اللي هي المنظمه العالميه لجراحين السمنه حطت مواصفات، قالت لازم واحد معاه دكتوراه في الجراحه العامه. ليه لازم يكون واحد معاه دكتوراه في الجراحه؟ زي ما هنيجي نتكلم في المضاعفات، الدكتوراه الجراحه العامه ده الراجل دخل واشتغل عمليات وفتح بطن وشاف الطحال وشاف الكلى ويعرف يتعامل ازاي ما لو حصل مشكله مع الطحال. نمره 2 قالوا يبقى سب سبيشاليتي بتاعته جراحات مناظير. جراحات مناظير دي عايزه تمرين، ما هياش حاجه كده بسيطه يعني. طب قال له ايه التريننج في حطه برضو؟ قال لك عشان تبقى جراح سمنه لا، لازم الاول تشوف، انت بتشوف جراح اكبر منك بتتعلم منه، بعدين نمره 2 تخش مساعد تاني.
وبعدين نمره 3 هتخش في كذا عمليه تبقى كاميرا مان اللي بتمسك الكاميرا بس دي ليها ظابطه برضه، وبعدين تبقى المساعد الاول، وبعدين انت تتساعد حد اكبر منك يساعدك في عدد معين من العمليات 50 عمليه مثلا هنا وهنا وهنا، ثم بعد كده انت تعمل العمليه دي لوحدك تحت ايه اشراف حد عشان تقول على نفسك ان انا ايه جراح سنة. لكن حكايه ان هو للاسف الشديد يقول لك ده مش عارف فلان بيعملها بكام، ده فلان بيعملها بكام، ده يعني دي حياتك، انا بقول اهو دي حياتك، وانت لازم تبقى عارف انت رايح تعمل العمليه دي فين ورايح تعملها عند مين، لان العمليه دي تحتاج جراح متمرس، مساعدين متمرسين، مساعدين دول مهمين جدا، الراجل بيمسك كاميرا ده لازم يكون عنده خبره، ده اللي بيوري لك البطن من جوه، اللي بيساعدك وانت بتعمل العمليه ده مهم جدا. نمره 4 دكتور التخدير، لازم يكون دكتور التخدير ده متخصص فاهم جراحات التخدير وحالات السمنه مش سهل، لانها بتحتاج بريكوشنز معينه، لازم يبقى هو فاهم التيوب بيحطها ازاي، نسبه الاكسجين في الدم تبقى مظبوطه ازاي، ازاي يظبط ضغط العيان، لها محاذير معينه. شوف بقى التيم لازم يكون ايه، دي مبدئيا كده علشان انت كمريض ده الدور اللي عليك، انك رايح بتشوف انت بتعمل عمليه فين عند مين وفين. جبنا بقى دلوقتي جراح سمنه متخصص ومساعدينه على اعلى مستوى ودكتور التخدير على اعلى مستوى، نبتدي نتكلم بقى على ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل في جراحات السمنه. يجي السؤال الاولاني، هل جراحات السمنه دي جراحات امنه ولا الجراحات غير امنه؟ برضو في مواصفات لاي جراحه عشان اقول عليها امنه ولا مش امنه، من غير فتح يعني مش عايزين كل واحد الحقيقه يقول اراء، وهي ما فيهاش اراء. الجراحه الامنه هي بتعتمد على نمبر 1 نمبر 1، مفيش اراء، هي تبقى للكتاب، هي تبقى للكتاب والمعايير اللي حاطينها، اصل ده علم كبير قوي عشان بس الناس تبقى فاهمه، جراحات السمنه ده بتتعمل فيها مراجع، دخلت مكتبه كامله مخيفة. يعني كل كتاب كل مرجع قد كده في عرض حيطه مثلا لا تقل عن 10 متر في 10 متر، يعني ده قال لك دول الكوليكشن الاساسيه بتاعه جراحات السمنه. كل شهر بينزل عشرات الالاف من الابحاث في عالم الموضوع ده. طيب احنا قلنا دلوقتي هنخش في هل جراحات السمنه امنه؟ قلنا هي جراحات السمنه ازاي بنقول اي جراحه امنه ولا لا؟ نمره 1 نسبه المضاعفات. نسبه المضاعفات في جراحات السمنه 1 الى 2% في كل السنترز في العالم، يعني في امريكا وفي انجلترا وفي اسبانيا وفي اليابان وفي برازيل، نسبه الكومبليكيشنز او نسبه المضاعفات هي 1 الى 2%، يبقى اذا دي نسبه في الحدود الايه الامنه. تاني معيار بنشوف اذا كانت العمليه امنه ولا لا، هل لو حصل مضاعفات المضاعفات دي مانجبل، يعني دي سهله ممكن علاجها، ولا دي لو حصلت المضاعفه معناها العيني موت؟ لا، مضاعفات جراحات السمنه مانجبل، يعني سهل انك انت تتعامل معاها وانك انت تعالجها، مش دي اي سي، مش لا ما هياش حاجه مميته، سهل انك انت ايه تتعامل معاها وتعالجها زي ما هنقول ازاي. يبقى دي المعيارين اللي نقدر نقول عليه ان جراحات السمنه جراحات امنه، والدليل انها اكثر العمليات الجراحيه اجراءا على مستوى العالم كله. لو كانت الجراحه دي غير امنه ما كانتش هتبقى نسبه العمليات الايه انها اكثر العمليات شيوعا على مستوى العالم. يبقى اذا لما نقول ان نسبه المضاعفات 1 ل 2% والمضاعفات دي مانجبل، يعني تقدر انك انت تتعامل معاها وتعالجها، يبقى اذا هي جراحه امنه. خلاص، ده مش انا اللي بقول، ده العالم كله بيقول. ايه بقى المضاعفات؟ نشوف نمرة 1، في حصل شوية كده سمعت كم برنامج كده بتاع في حصل حالة وفاة أو حالتين وفاة. أنا ما أول حاجة التسريب ده بنسموه إيه؟ ليكاج أو التسريب. نسبته كام يا جماعة؟ 1 ل 2%. يعني عملتها في أمريكا في أوروبا، هي نسبة 1 ل 2%. أسبابه إيه وتشخيصه إيه ونعالجه إزاي؟ أسبابه أولاً لازم العملية تكون معموله صح. يعني ايه معموله صح؟ عمليه التكميم. بعد ذلك انا لما بسمع وشوف لك واحد يقول لك ده عمليه نص ساعه، لا، عمليه التكميم معده مش عمليه ساعه. ده على فكره ده في ارتكل كان في اخر مؤتمر لجراحات السمنه نازلين كده قايلين سليف از نوت ان ايزي سيرجيكال اوبريشن، عمليه تكميم المعده مش عمليه، لها تقنيات صح، مش عمليه، مش عمليه سهله. ايه التقنيات الصح؟ ولا تحويل مسار عمليه، ولا سهل. تحويل مسار لها تقنيات معينه. اولا تبتدي التدبيس فين؟ من تحت،
انت الناس شاده المشاهدين تكميم معده قص من قص المعده نشيل 75 ل 85% عن طريق دبابيس ودباسات. تبتدي من تحت لقوا انه لازم تسيب 5 سنتيمتر من البايلوروس من تبتدي القص على بعد 5 سنتيمتر من بوابه المعده. وهنقول ليه. الحاجة التانية لما حضرتك بتيجي بتشيل بتيجي عند منطقة اسمها الانسيزورة، الانسيزورة دي المعدة ليها بتيجي كده اهو بعدين تفاجأ تلاقيها ايه افقي بعدين تلاقيها جت هوريزونت جت رأسي وبعدين زي كده. المنطقة دي اللي بيسموها الانسيزورة دي لما تيجي انت بتقص وبتشيل لازم تبعد عنها كويس لأن دي منطقة ضيقة لو انت قربت منها قوي انت بتقص ممكن يحصل ضيق. لما بيحصل ضيق يحصل بريشر عالي يحصل ضغط عالي جوه المعدة، لما يحصل ضغط عالي جوه المعدة ده من احد اسباب التسريب. نمرة ثلاثة انك لازم تستخدم دبابيس ودباسات المعتمدة عالميا، ودي مش سر ومش دعاية، هما شركتين يا كوفيديان يا جانسون. الدبابيس السيف الامنة اللي هي ايه وتستخدم. الدبابيس دي ليها الوان، وساعات ناس كتير قوي مرضى يسألوا ايه الدبابيس اخضر وازرق. هي الفكرة في الالوان ان كل دبوس زي الدبوس زي الدبوس اللي بتدبس بيه كده اللي هو بسموه فوت لينث، يعني له طول معين. لما بنكون تحت المعدة بيبقى جدارها تخين فبنستخدم يقول لك دبابيس لونها اخضر عشان دبابيس طويلة فتقفل المعدة وتلحمها كويس. كل ما تطلع لفوق اهي زي ما احنا شايفين كده الدبابيس الزرقاء دي بتستخدمها دي طولها اقل شوية عشان المعدة بتبقى رقيقة فتقفل برضو الايه المعدة كويس. الحاجة الثالثة لازم طبعا تشيل قبة المعدة لان هي دي سورس بتاع هرمون الغرولينا وهرمون الجوع. يبقى اذا ليها مقاييس كويس. يبقى اذا انت علشان تكون عملت اللي عليك، ولذلك هنا دايما اقول للعيان لازم من حقك تاخد سي دي بعد ما تخلص العمليه. شايف الدبابيس اهي ده الدبابيس واخرها دي الكارترج او دي الدبابيس ودي الدباسه. لازم العيان ياخد سي دي اخر العمليه يقول للدكتور لو سمحت انا عايز سي دي. سي دي مش في خطوات العمليه كلها عمليتك كلها انت بتشوف انت اتعمل لك ايه. دي حاجه مهمه جدا. طب انت عملت التكنيك الصح وانت رحت للجراح الصح واستخدمت الدبابيس الصح وعملت كل التكنيك، هل ممكن بعد كده يحصل تسريب؟ ممكن في 1% من الحالات. يعني مع الدبابيس الحديثه بقت النسبه قليله. طب ليه انت ما واحد يقول لي طب انت عملت كل حاجه صح ليه يحصل تسريب 1% من الحالات؟ الحقيقه ما لقوش سبب معين، لكن عملوا ابحاث برضو ما بيسيبوش حاجه يعني. لقوا ان بعض الناس بيكون الاوعيه الدمويه المغذيه للمعده ضعيفه، خلقت ربنا كده. الاوعيه الدمويه اللي بتغذي المعده دي مهمه جدا لان هي اللي بتساعد على الايه على اللحمه على اللحمه انها تلتئم. فساعات في ناس يبقى الاوعيه الدمويه عندهم ضعيفه فيبقى الالتحام ضعيف فممكن يحصل التسريب في 1% من الايه من الحالات. طيب يعني حصل تسريب يعني العيان يموت؟ لو انا بقول لك لو كان كل تسريب يحصل لازم العيان يموت محدش يعمل عمليه طبعا حتى لو 1%. لكن لا ده مش بالحقيقه ده مش كده خالص، لانه دلوقتي التسريب لو اتشخص بدري ما ينفعش تعمل عمليه وما تتابعش العيان. ما ينفعش تعمل عليه وانت مش عارف تشخص الاول يعني ايه ايه تسريب. طب تشخصه ازاي ده؟ عيان يشتكي من ايه يعني؟ اول حاجه فيفر حراره حرارته تعلى. نمره اتنين يجي له الام شديده جدا في البطن. نمره ثلاثه وده المهم يجي له تاكي كارديا سرعه في النبض ودي اهم حاجه من علامات التسريب. ليه بقى؟ هتقولي ليه اشمعنى النبض ده؟ هقول لك لان في كتير يقول لك تاني يوم العمليه حرارته عليت شويه معلش ده من في بعض الناس يقول لك حرارته من العمليه 38 يعني ما فيهاش حاجه. الم في البطن طب ما هو بعد العمليه بيجي له شويه الم في البطن يعني. لكن النبض بقى لما تيجي انا لما تيجي تمر على العيان بتاعك تاني يوم عشان كده لازم تكون متخصص وعندك ضمير. خلي بالك من النقطه دي. لما تيجي تخص تمر على العيان وتشوف النبض كده وتلاقيه 130 تاني يوم لا خلاص بقى هنا بقى حتى لو ما عندوش الام شديد حتى لو حرارته مش عاليه لا هنا هشك ان في ايه طبعا تسريب شكيت طبيعي طبيعي ضربات القلب من 60 ل 90 لكن توصل 120 130 يبقى في حاجه غلط تكتر في حاجه غلط. طيب شكيت ان في تسريب تعمل ايه؟ في اشعات معينه بيعملها بيشرب ببعد اسم الاشعه بيشرب ماده اسمها جاستروجرافين ماده كده مهمه فنخش ونشوف اذا كان في تسريب ولا لا.
لا وبرضه ان حتى الصبغه دي ساعات الصبغه دي ما تبين ما فيش تسريب ويكون في تسريب فما بيبقوش يعتمدوا قوي على اشعه الايه الباريوم دي اللي هي. لكن بيعملوا دلوقتي اشعه كات سكان او ثلاثيه اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد دي بتبين اذا كان في تسريب ولا لا. طب في تسريب ما تكابرش بقى، بس في ناس بتكابر اصل هتاخد العين تاني وتخش تدخله اوضه العمليات تاني وتخش بالمنظار تاني عشان تنظف شويه الميه ولا الفلويدز اللي طلعوا من الخرم. التسريب ده يعني خرم في جدار المعده. هتنظف المنطقه دي ولازم يكون معاك من ضمن التيم بتاع الجراحات السمنه زي ما في العالم كله دكتور مناظير جهاز هضمي. مع المناظير دي في حاجه اسمها مناظير عشان الناس بتساعات متلخبطه. مناظير جراحيه اللي انا بخش بيها جوه البطن واشتغل جراحه. مناظير جهاز هضمي ده بيخش بالمنظار عن طريق الفم. بيركب حاجه اسمها دعامه. دعامه دي انبوبه كده. بيدخلها ما بتبقاش طالعه على فكره، هي بتخش في المريء هنا في المعده. الفكره فيها ان العين يشرب عن طريقها عشان ما يعديش الاكل والشرب على الايه؟ على الخرم اللي في المعده ده. وبتتساب 6 أسابيع لحد ما الخرم ده ايه؟ يقفل لوحده. ما تحاولش كده. انا بقى عزلت المنطقه اللي فيها التسريب. والاكل ويشرب العين يجي يشرب وياكل عادي لغايه لما هذه الفتحه تقفل في خلال ايه؟ 6 أسابيع. دي المسألة عشان بس الناس فاهمها. لو فرضنا ان هذه هي المعدة. اهي المعدة. وحصل فيها تسريب في اي، احنا بندخل هذه التيوب. ايوه جوه كده. وبالتالي خلاص حتى لو في هنا تسريب. الاكل والشرب بيعدي من 6 أسابيع. وبيفضل ينزل. عادي خلاص 6 أسابيع. ده بيلتئم. بيلتئم 6 أسابيع. خلاص جميل. يبقى اذا التسريب سهل لعلاجه اذا انت شخصته مبكر. اما اذا اخذتك العزه بالاثم وقلت بقى انا لا مفيش تسريب وانا وما انت عارف تشخصه ولا انت خايف انت مش عارف هتمانج ازاي وسبته قعدت تديله مضادات حيويه ومن علاجه سهل قعدت تديله مضادات حيويه ومحاليل تقول لك ما هو مش هيشرب بيخش في حاجه اسمها بيبقى نجلكتد اسمها سيبتك شوك او صدمه ايه؟ تسمميه. صدمه تسمميه دي لو وصل العين لمرحله صدمه تسمميه يعني حصل عطل في كل الاجهزه بيأثر على الكبد والكلى يعني مش هتقدر تعمل حاجه. حتى لو جبت اكبر جراح والعين عنده صدمه تسمميه ودخل وحط الاستنت دي بتبقى نتائجها الحقيقه ايه يعني مش جيده. مش جيده. او خلاص. خلاص ما انت لا شخصته صح وسبته نجلكتد يعني بقى حاجه سهله تحول الى حاجه وفاء وقصه بقى وسمعه جراحات. قلت جمله مهمه قوي اخذته العزه تجاه اخذته العزه باذن يعني ودي ما يتصرفش فيها جراح محترف بجراحات سنه بالظبط كده. حتى لو انت شكيت ودخلت بالمنظار وما لقيتش حاجه مش هتخسر حاجه غيرش حاجه. بيتر سيف ذان سوري. انت كده اطمنت مفيش حاجه صرفت شويه فلوس وخلاص مش مشكله بس مش انت مشكلة. ايه اطمنت. ده هي التسريب انك انت تكتشف مبكرا ثم ازاي تعالجه. خلاص ما هوش قصه ما هوش مرعب بيحصل في 1% من الحالات. ولذلك تلاقي بعض الناس تقول لك لا ده حصل معاه تسريب ده يبقى دكتور سيء. لا هو الدكتور السيء اللي ما اكتشفش التسريب وما عرفش يتعامل معاه ازاي وما عرفش ادى الامر الى ايه كاتاستروفي الى ايه مصيبه كارثه. ده هو الدكتور السيء. انما التسريب وارد يحصل في 1%. والحقيقه دلوقتي بعد الدباسات الحديثة والدبابيس ما بقيناش نشوف موضوع التسريب ده ايه كتير. فأنا بتكلم دلوقتي عن التكميم خلي بالك. طب لو حصل تسريب بعد تحويل المسار. تحويل المسار ممكن يحصل فيه تسريب برضه نادر جدا. سواء تحويل المسار المصغر أو تحويل المسار الايه؟ الكلاسيك. هنقف بس وقفة صغيرة. هو سهل قوي قبل ما حضرتك تشرب برضه العصير. سهل قوي زي ما فهمنا نتعامل مع انه المعدة المتكممة حصل فيها تسريب. فمن السهل بمكان ان احنا ندخل هذه التيوب من خلال منظار هنجيب له واحد متخصص في المناظير يدخل هذه التيوب وبالتالي خلاص يبقى انا منعت ان الاكل يعدي في هذه المنطقه اللي فيها تسريب في المعده المتكممه وانتظرت لغايه لما هذه المعده تم التئامها 6 أسابيع والامور هنشيل التيوب والراجل يعيش حياته 100 فل و14 بعد ما شخص بانه عنده تسريب نتيجه ارتفاع ضربات القلب وارتفاع في درجه الحراره ووجود بعض الالام مع ريجيتيتي في المعده يبقى انا شكيت ان ده تسريب. حلو قوي. لكن تحويل المسار مشكله انه مش هينفع ندخل التيوب. لا ما هقول لك حاجه. ده سؤال مهم. في نوعين من تحويل المسار. تحويل المسار كلاسيكي
يعني لو هو موجود على الشاشه، وتحويل المسار الايه المثقب. تحويل المسار الكلاسيكي لو الناس شافته هتلاقي في المعده متوصله بطولي كده، مظبوط، دي ممكن ندخل فيها الستنت الدعامه. الدعامه بيخشوا فيها ايه؟ لانه بيخش من المريء للمعده، هيلاقي انبوبه طويله اللي هي الامعاء اللي حصل فيها التسريب في الوصله دي، بتخش الانبوبه فممكن يتعمل لها ايه؟ الستنت او الدعامه. لكن في تحويل المسار المصغر اللي هي بيبقى الامعاء عامله لوب، عامله شكل، عامله كده اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده المصغر ده. هنشوف دلوقتي ده الكلاسيكي. ده الكلاسيكي شايف هو هنا بيقص الامعاء وراح جاي طالع بيها وهيطلع بيها لفوق. شايف لو حصل تسريب في الوصله دي اللي فوق سهل الانبوبه هتخش، شايف الستنت هتخش من الامعاء على المعده على الايه باي باس، هتقدر ان هي ايه الاكل ينزل منها بعيد عن التسريبات. ده تحويل المسار الكلاسيكي برضه 6 اسابيع. لكن تحويل المسار المصغر ده ما نقدرش نحط ستنت. ليه؟ لانه بتبقى المعده شكلها لوب، بيبقى سي كده، فلما يجي يخش بالستنت مش هيعرف يخش. التسريب بعد عمليه تحويل المسار المصغر اولا فيري رير يعني نادر، والحل الوحيد انك بتخش بالمنظار وبتنظف البطن، وبعدين العيان بيقعد في المستشفى شويه بياخد محاليل وبياخد نيوتريشنال، بياخد مواد غذائيه صناعيه عن طريق الوريد لحد لما الايه التسريب ده ايه يقل. بس لازم في كل الحالات المفتاح هو التشخيص المبكر لعمليه التسريب عشان تقدر تتعامل معاها بطريقه علميه ايه مظبوطه قبل ما ندخل في مرحله الصدمه التسمميه. دي تبقى مشكله كبيره. يبقى يعتمد، لازم تكون جراح انت فاهم، انت شفت وعارف وبتتابع وعارف تشخص ازاي. ده تحويل المسار اللي هو الايه المصغر. هناخد اليو، هتفوت اول 2 متر من الامعاء، وبعدين ناخد جزء من ناخد الامعاء ونطلع بيها لفوق ونطلع بيها. شايف لوب اهي، شايف لوب توصلها بالايه بجيب المعده الصغيره. هنا مش هنقدر نحط ايه ستنت، مش هنقدر نحط دعامه لو حصل تسريب. بنعمل تنظيف للمنطقه دي كده اهو، والعيان بيتغذى عن طريق التغذيه الصناعيه لمده حسب بقى ما تقفل وبتمشي. بس دي يعني الحقيقه مضاعفه فيري رير، يعني نادره جدا. ده هو التسريب. اتنين من المضاعفات، نمبر 2 بليدنج او النزيف. مش النزيف، مش المفروض مفيش حاجه اسمها حد يموت في القرن في الوقت ده من النزيف، الا لو كان حصل يعني مشكله كبيره. موضوع النزيف ده ما يموتش برضه، نسبته قليله جدا. ازاي اتفاداه او بيقللوا قوي من الموضوع؟ ان بعد انت ما بتقص المعده بالدباسات بتدخل وبتاخد غرز في المعده فوق اللاين بتاع الدباسات ده بخيوط بتدفن، فده بيسموه هيموستاتيك ستيتش، او اللي هي الخياطه دي في اوعيه دمويه بتقفلها. لانه ساعات يعني بيحصل شويه دم بينزل من مطرح ما انت ايه قاصص المعده والدبابيس موجود. دلوقتي بنعمل ايه الخياطه فوق الدبابيس. عاده لو حصل يعني ده برضو ما شفناهوش النادر، بيبقى نزيف بسيط بعد العمليه هو لوحده بيقف. اقصى حاجه لو خد كيس دم خلاص ولا كيسين دم بيقف النزيف، ما فيهوش مشكله. امال ما هو النزيف المميت؟ ساعات نسمع واحد يقول لك ده جاله نزيف ومات في العمليه. خلي بالنا بقى هنا. النزيف المميت ده هو يا اما انت قبل العمليه اول المفروض بنعمل العيان كتحضير كواجليشن بروفايل، ان هو بنشوف سرعه تجلط الدم. الحاجه الثانيه لازم نتاكد انه ما عندوش تليف كبدي، لان معظم عيانين السمنه المفرطه بيبقى فيه شويه تشحم كبدي، ده مش مشكله. لكن المشكله التليف، لانه زي ما انت عارف لما الكبد بيتليف الكواجليشن بروفايل بيبقى عنده سرعه نزف. انا مره دخلت في عيان، والحقيقه ان بتعمل اشعه موجات فوق صوتيه قبل العمليه، مش كل العيانين بيبان موضوع التليف ده، لانه بيبقى الجدار البطن سميك قوي كله دهون، فالسونار ما بيجيبش قوي. انا مره دخلت بمنظار لقيت الكبد متليف، وزي ما انت عارف حضرتك التليف ده نوديولز كده. رحت طالع ابورت ذا اوبريشن، مش هنعمل خلاص،
طلعت بالمنظار ورحت الاهل العيان وطلعت العيان عين كان زي ما قلت له فهمته انت عندك تليف كبدي ولو عملنا لك العمليه فيها خطوره انك تموت من نزيف. فهمته في ناس تاخدهم العزه تاني بالايه بالاسم تقول لك لا 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 يعني تا 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 انا هنشتغل ده كومبلسيت يتوقع يتوقع الحاجه الافضل زي بالظبط بيحصل في حادثه. أيه. انا باجي في الحادثه اشوف الناس بتتصرف ازاي. واحد عايز ياخد غرزه فبيتقاله انه هيعدي ما بين العربيتين وده هيتاخر وده هيتقدم والمسافه هتفضل تعديه ما بياخدش باله انه في احتمال انه يحصل الكسر فتاخده العزه بالايه هطلع اقول لعين ما عملتش العمليه مش معقول وقد ينزف منه العين ويموت. لانه هنا بقى مش هيقدر يوقفه لان ده الاوعيه الدمويه كلها عماله ايه تنزف. الحاجه الثانيه المصدر النزيف اللي ممكن يموت الطحال. خلي بالك الطحال زي ما حضرتك عارف ده قريب جدا من قبه المعده. انت تيجي تفصل قبه المعده من الطحال بيبقوا لازقين في بعض شويه بالليجا شور هو قالت الكي دي عايزه برضو انك تكون ايه هادي وفاهم. طب ولو حصل ان خبطت الطحال عورت يعني يموت ده بقى مش طب بقى لا ما يموتش لكن يموت امتى بقى لو انت مش عارف ازاي تتعامل مع نزيف من الطحال لان انت مش معاك دكتوراه جراحه عامه وما شفتش الكلام ده قبل كده فانت تتخض فتقوم لقيت الطحال ابتدى يخر تقوم جايب قاله الكي ده اللي بيحصل القاله اللي بتكوي الاوعيه الدمويه وتيجي على الطحال تحاول انك ايه تكوي النزيف فبيزود النزيف تيجي تكوي يزود النزيف يزود النزيف لغايه لما تلاقي الدنيا بقت دم بيجي لك بانيك. امال ايه المفروض ان انت تعمل لو حصل كده؟ حاجه بسيطه جدا وما تقربش بالاله الكي دي من الايه من الطحال لو حصل ايه لو حصل فيه انجري يعني. تدخل شاشه حضرتك وتكبس تضغط على الجرح اللي في الطحال وتقف جنب العين ما تعملش حاجه نص ساعه. ما تعملش حاجه خالص. هو هيقف. هو ما وقفش. ما تاني لا ياخذك لعزتي بالاثم. انت لازم تكون محضر الات فتح الجراحه العامه وتقول يا عيني هاتي مشرط ممرضه تفتح البطن وتشيل الطحال بسرعه. انت متمرن واجر معاك دكتوراه في الجراحه العامه وشفت حوادث وجالك حوادث في الاستقبال هتعرف ازاي انك انت ايه تعمل سبيناك وتشيل الطحال ما فيهاش حاجه خالص مش هيحصل حاجه والعيال مش هيحصل اي حاجه وعيش حياته طبيعي زي الفل ما فيهاش اي حاجه. بتحصل في الحوادث العاديه لو واحد خبط خبطه وجاله الاسبانين كرابشر بيتشال بيتشال ونص الكبد نص اصحابي شايلين الطحال ونص الكبد بيتشال في الحوادث. لكن بقى ما تاخدكش العزه بالاثم عشان تطلع تقول لهم معلش اصل انا خبطت ما بيجراش حاجه لازم تبقى عندك الشجاعه. بس الطحال ده عامل زي بالظبط ما حاجه كهرباء تبص في البيت وتصلحها بنفسك تكهرب البيت وتكهرب البيت وهي لو جبت كهربائي ب 5 جنيه هيصلحها وخصوصا هو لو بيحصل نزيف وانت بقى مش متمكن بتخض نزيف دم وانت مش عارف يبقى ما تاخدكش العزه بيها تخش ده لو انت ما عرفتش توقفه بالشاش وبالضغط وبالحجم. ادي النزيف. اذا النزيف العادي بيبقى حاجه بسيطه جدا ده لو حصل نسبه 1% عاده ما بيبقاش فيه نزيف خالص. اللي بعد العمليه يجي شويه دم من الخط بتاع الدباسات ده سهل التعامل معاه كيس دم. لو انت حضرتك في العمليه خبطت الطحال لازم تعرف ازاي تتعامل معاه عشان كده بنقول ايه جراح الجراح الجراح اللي معاه دكتوراه جراح العامه اللي يعرف هاو تو ديل وذ ذا كومبليكيشنز. ادي النسبه المضاعفه الثانيه اللي هي الايه النزيف. نيجي للمضاعفه الثالثه اللي هي ساعات تلاقي عيان يقول لك انا عملت عمليه عم برجع اي اكل اكله رجع اي اكل اكله رجع ده مش طبيعي ده مش ده صح اللي هو بنسموه الالتواء او الضيق او الالتواء يحصل شويه السليف تلف كده. ليه تلف كده؟ ما هي المفروض المعده كانت قد كده ومتثبته انت خليتها زي الانبوبه كده فممكن تلف خصوصا لو انت وانت بتشتغل قربت من الايه من الانسيزور المنطقه اللي فيها ضيق فحصل ضيق في المنطقه دي فيحصل لف التواء او يحصل شويه ضيق. طب دي مشكله؟ لا مش مشكله هي يعني عاده بتفك لوحدها لو ما فكتش برضو بالمنظار بيخشوا بيركبوا ستنت او بيوسعوها وما فيهاش مشكله. ادي نمره ثلاثة. الحاجه الرابعه اللي هي نيوتريشنال ديفيشنسز او نقص الفيتامينات خصوصا دي مع تحويل المسار اكتر من التكميم. يعني التكميم انت ما غيرتش في مسار الاكل انت مجرد عملت ايه انت قللت حجم المعده فخليتك تعمل رجيم غصب عنك رجيم وانت راضي رجيم وانت شبعان لكن الاكل ماشي في مساره الطبيعي وبيمتص كل حاجه. لكن بعد عمليه تحويل المسار
انت اول 2 متر من الامعاء ما بيمرش عليهم اكل، وبالتالي ما بيحصلش امتصاص للدهنيات والسكريات ومعاها الفيتامينات. فانت لازم تاخد الفيتامينات بتاعتك والمكملات الغذائيه طول العمر. نورتني. الله يخليك استاذنا استاذ دكتور شريف حتحوت، كان ضيفي في الناس الحلوه. خليكم على السلامه. المشاكل اللي كنا نادرا ما بنقابلها مع الليزك بقت نسبه حدوثها اقل بكتير جدا مع الفنت ليزك. تصحيح النظر دي عمليه الكتف او عمليه اختياريه احنا بنعملها للمريض لما نبقى مطمنين تماما من الفحوصات بتاعته انه في المنطقه البيضاء. احنا ما بنحبش ان احنا نعمل تصحيح للنظر بالليزر للناس اللي قصر النظر عندهم بيتجاوز 10 درجات. دايما بيبقى في تطوير ودايما بيبقى في رغبه في ان احنا نرفع مستوى الامان ونرفع مستوى الكفاءه. الدكتور أيمن عبد الرحمن أستاذ واستشاري ليزر وجراحات العيون بكلية الطب، دكتوراه وزميل جامعة ميغيل هرنانديز أسبانيا، زميل كلية الجراحين الملكية للعيون جلاسجو بريطانيا، زميل المجلس العالمي لطب العيون كامبريدج إنجلترا، عضو الجمعية الأوروبية لتصحيح الإبصار وزرع العدسات، عضو الجمعية الأمريكية لتصحيح الإبصار وزرع العدسات، 11 بحثا منشورا دوليا، 15 بحثا تم عرضهم في المؤتمرات السنوية للجمعية الأوروبية والجمعية الأمريكية لتصحيح الإبصار. صدق أنا معيش حق النظارة. والله معيش حق النظارة ونظري كل يوم بيضعف عن اليوم اللي قبله. الحياة بتختفي من قدامي بالتدريج. لما قربت تعيني حياتي فجأة كده اتقلبت إذاعة. بسمع بس زي ما بيقولوا أوديو. حياة أبوك يا شيخ لو عندك نظارة حتى لو عن نص ادهالي ادهالي. نفسي ألعب دومينو من غير ما حد يمليني، من غير ما حد يسرقني، انت نمت مني ولا مشيت ولا ايه؟ لا يا سيدي انا قاعد وبسمعك وعادي. اهلا بكم، اسمحوا لي ان انا كمان اهدي هذا المقطع الهام جدا في السينما الاداء الدرامي الرائع جدا لروح الفنان الاستاذ محمد شرف، يعني الراجل الرائع جدا الله يرحمه ويحسن اليه، ادى دور مهم جدا في الحته دي، معاناه الناس. هو دور رمزي، هو يعني المعاناه عموما، لكن بالنسبه لنا احنا في الطب معاناه الناس اللي نظرها ضعيف على فكره معاناه كبيره جدا يا جماعه. وخصوصا عندما يتعلق الامر بالناس اللي بتلبس نظارات. لانه النظاره عائق كبير جدا، عائق قد يكون يعني في بعض الاحيان يصل الى مرحله الخطوره. ازاي؟ انك لو بتلبس نظاره والنظاره اتكسرت او ضاعت وانت بتسوق عربيه وتغامر ان انت تسوق العربيه وتمشي في الشارع، ممكن تكون خطر جدا على نفسك وعلى حواليك. في ناس كتير جدا على فكره من السواقين اللي عندهم مشاكل في الابصار بيغامروا او بيرفضوا ارتداء نظارات، وبيرى انه يعني ممكن ان هو رايح يقدم في شغله لابس نظاره ممكن يقولوا له لا انت شكلك كده مش لائق مثلا. في ناس بتفكر كده، انا شفت سواقين كده فيسوق وهو مش لابس نظاره وخلاص اتعود على كده سنين طويله، هو نظره ضعيف، هو متخيل ان الامور ماشيه. لا، ده في لحظه ممكن يكون الموضوع في منتهى الخطوره. كمان مشاكل الابصار اللي بتتقدم اللي بتزيد، يعني ناس تقول لي انا زي مثلا قرنيه مخروطيه، واحد يكون شايف كويس في وقت من الاوقات وبيسوق وبعدين تبدا القرنيه المخروطيه تتطور عنده فيبدا نظره يضعف. هو مش يقول لك انا نظري كويس، ايه اللي حصل لي انا؟ وبرضه لو بيشتغل شغلانه معينه، عامل في مصنع مش لازم في السواقه، وبرضه لابس نظاره والمكان بيطلع بخار والبخار بيجي يعمل شبورة على النظارة والمكنة خطرة، هو في حالة خطرة جدا. إذا النظارة عائق
ده انا لو قعدت اقول لكم النضاره قد ايه، المطره لما بتنطر النضاره ممكن خلاص الدنيا باظت، غير المطره والنضاره، الحر انزلاق النضاره مع العرق خلاص هيخليك مش قادر تعملها. لو انت رياضي بقى، لو انت جراح، لو انت بتشتغل في حالات حاجات صغيره زي اصلاح الساعات او الموبايلات، النضاره بالنسبه لك هتبقى عائق كبير جدا. اذا تصحيح الابصار بيغير حياه الناس. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها انه النضاره للاسف في الولاد الصغيرين مصدر تنمر، واحنا دلوقتي عاملين حمله بنشارك فيها احنا مع كل الجهات المسؤوله. احنا مش، انا مش من الناس الحريفه اطلاق حملات، لكن انا بشارك في اي حمله موجوده ليها هدف. في حمله دلوقتي معموله ضد التنمر، انا في رايي انه من ضمن اسباب التنمر، التنمر ان الولاد الصغير يكون بيلبس نظاره، ولاده اقرانه الصغيرين بيتريقوا عليه، ابو اربع عيون، ابو نظاره، ابو مش عارف ايه. ده كلام خطر جدا على الاطفال. صحيح ان تصحيح الابصار في الاطفال له مقاييس معينه، لكن دي قصه مهمه جدا. النهارده حوار مثير ومهم للغايه حول عيوب الابصار والتقنيات الحديثه اللي تدور الان حول اصلاح عيوب الابصار. الحقيقه حظنا حلو النهارده جدا انه ضيفي واحد من قمم العيون في مصر، والايام دي حظنا حلو قوي في العيون الحقيقه، لانه النهارده اسم كبير في عالم جراحات العيون وفي عالم تصحيح الابصار تحديدا. هو يعني ما شاء الله صاحب وجود رائع جدا على المستوى العلمي، على المستوى الاكاديمي، اداء راقي للغايه في، يعني سي في عظيم جدا جدا لاسم كبير في عالم العيون. ضيف العزيز استاذ الدكتور ايمن عبد الرحمن، استاذ امراض العيون وجراحات العيون والليزر بكليه الطب، وصاحب الدكتوراه، وزميل جامعه ميجل باسبانيا، وزميل كليه الجراحين الملكيه للعيون، وزميل المجلس العالمي لطب العيون والجمعيه الاوروبيه والامريكيه لتصحيح الابصار وزراعه العدسات، الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا. اهلا بيك دكتور ايمن. بيك اهلا بيك، شكرا. ده منور الناس الحلوه. شكرا، ده انا اللي سعيد جدا ومتشرف جدا ان انا ابقى مع الناس الحلوه. ده شرف كبير لينا. لكن هبدا السؤال برضو المهم قوي، عيوب الابصار انا اقربها للناس، ابرز عيوب الابصار هي عيوب الابصار احنا بنعني بيها تحديدا الحالات، مش الحالات المرضيه، مش الحاله اللي يبقى مثلا في ميه بيضاء او مشكله في الشبكيه او اشياء عضويه في العين، ولكن العين بتبقى قادره على ان هي تشوف بشكل جيد، لكن في خلل في انكسار العين للضوء بيخلي انه بدل ما الفوكس او البؤره بتاعه الصوره تتكون على الشبكيه بتاعه العين فالانسان يشوف صوره واضحه، تتكون الصوره دي قبل الشبكيه زي حالات قصر النظر، او تتكون خلف الشبكيه زي حالات طول النظر، او يبقى في اكتر من بؤره مش منتظمه زي حالات الاستجماتيزم. هذه الحالات بتخلي المريض مش قادر يشوف بشكل جيد، لكن في نفس الوقت لو لبس نظاره او اتعمل له تصحيح للنظر يقدر انه يشوف بصوره طبيعيه جدا. وعشان كده انا ما بصنفش مثل هذه الحالات على انه مرض قد ما هو اختلاف في الفسيولوجي، زي ما يكون يعني فرق في الطول او فرق في القصر، لان هو قابل للتصحيح وقابل ان احنا نقدر نشوف بصوره جيده. القصه دي المشكله بتاعتها ان هي في تزايد، يعني عالميا في تزايد في نسب عيوب الانكسار، ومتوقع انه يتزايد بمرور الوقت، لانه اذا كنا بنتكلم في حوالي 20% من البوبوليشن كان بيبقى في عندها ايرورز او عيوب في الانكسار، القصه دي متوقع ان هي في خلال 30 سنه ممكن توصل ل 50% من الناس. 50%. والنسبه بتاعت قصر النظر الشديد برضو متوقع النسبه بتاعتها تتزايد، ممكن توصل في حدود 10% يعني طبقا للنسب اللي متوقعه في هذه القصه. وبالتالي قطاع كبير من الناس، صحيح بتفاوت ما بين البلدان وبين بعضها، لكن في قطاع كبير من الناس معرضين لانه يبقى في عندهم نوع من انواع ضعف النظر الذي يمكن التعامل معاه او يمكن اصلاحه او ممكن احنا نعيش بشكل افضل. يعني اذا احنا امام قضيه هتبقى قضيه قوميه يعني في الفتره اللي جايه، بالتالي ما نوصل 50% ده معناها يعني مشكله كبيره. يعني بمرور الوقت في تزايد في النسب. ايه ابرز تطورات التكنولوجيا الخاصه وانتم فرع الطب الابرز في التقدم التكنولوجي؟ انتوا اسرع ناس اكتر ناس عندكم اجهزه واكتر ناس تكلفه يعني. هو طبعا طب العيون من التخصصات اللي بتستفيد جدا من التكنولوجي، واللي اي تطور في التكنولوجيا بيصب باستمرار في انه يحصل تطور في الشغل عندنا، وده لانه طبعا شيء بيهم الناس، ولانه
العين لان طبقات كتيره منها شفافه، فبالتالي الليزر بيعدي من خلالها وبيأثر فيها بشكل جيد، فبيسمح لينا ان احنا نستخدم الليزر في تصحيح نظر او في تقويه النظر بصور مختلفه. الكلام على الليزر والعيون ما هوش كلام جديد، يعني بدايه من سنه 83 كان اول اجراء العمليه لتصحيح النظر بالليزر السطحي، وطورت طبعا العمليات بعد كده، ودخل معنا الليزك من سنه 91. يعني احنا نتكلم على سنين طويلة مرت في خلالها تم إجراء عدد كبير جدا من العمليات، يمكن يفوق 40 مليون عملية تصحيح إبصار على مدى العالم، وفي الوقت الحالي يمكن يتخطى العدد اللي بتعمل سنويا 1.5 مليون عملية تصحيح إبصار في السنة. مع العدد الكبير ده ومع أهمية هذه العمليات لقطاع كبير من الناس، دايما بيبقى فيه تطوير ودايما بيبقى فيه رغبة في ان احنا نرفع مستوى الأمان ونرفع مستوى الكفاءة. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة احنا ما بنتعاملش مع مريض، احنا بنتعامل مع شخص سليم مقبل على الحياة، عايز يعيش بشكل أفضل، عايز يشوف بأدق صورة ممكنة، عايز الريزوليوشن، مش عايز صورة مبكسلة، عايز أوضح حاجة وأنقى رؤية. وبالتالي في عندنا عدد كبير من الحالات اللي راغبة في أنها تعمل هذه العمليات، وبالتالي في إمكانية في أن احنا نطور الأدوات بتاعتنا عشان نوصل لأحدث حاجة وأحسن حاجة. إيه الفيمتوليزيك؟ إيه يعني عايزين برضو نقرب، لأنه كتير من الناس بتسمع الفيمتوليزيك لغاية دلوقتي مش فاهمينه. في ناس بتعتبره ساعات أنه يعني رفاهية في عالم العيون. هو ده تطور، لأنه عملية الليزر لما ابتدت كانت الفكرة بتاعتها أن احنا بنرفع شريحة رؤية من سطح القرنية بتاعت العين علشان نقدر ننزل الليزر على الستروما أو على الجزء الصلب من القرنية بتاعت العين. دي كانت بداية الليزك، وده كان التطوير عن الليزر السطحي. كنا بنعمل الفلاب أو الشريحة دي بجهاز ميكانيكي عالي الدقة. هذا الجهاز كان بيرفع طبقة من سطح القرنية، وبعد كده بنقلب الطبقة دي الشمال ده. بعد كده بينزل نوع تاني من الليزر هو الإكزايمر ليزر، علشان يغير درجة تحدب القرنية، علشان يظبط الفوكس بحيث انه الأشعة اللي تنزل على الشبكية تدي صورة واضحة ومحددة المعالم. على الرغم من المايكروكراتوم او اللي هو الجهاز اللي احنا بنستخدمه في عمل الفلاب في حالات الليزك بيدي نتائج كويسة جدا ونسبة الأمان بتاعته عالية بالظبط، لكن في نقطة هنا هي انه الفلاب اللي احنا بنعملها في الليزك مش بتبقى السماكة بتاعتها في كل الأجزاء بنفس الدرجة، وبرضو ما بنبقاش قادرين نتوقع السمك اللي هي هتعمله بدقة ما بين عين وعين أو ما بين مريض وآخر، فبيعمل نوع من أنواع التفاوت. الفلاب دي الأهمية بتاعتها أنها تبقى منتظمة قدر المستطاع، وفي نفس الوقت النسيج بتاع القرنية اللي احنا رافعينه في الفلاب ده ما بقاش بيقدم خدمة في تقوية القرنية بعد ما بنرجع فلاب دي مكانها، وبالتالي كل ما قللنا السمك بتاع الفلاب كل ما بقينا محافظين على الجزء المتبقي من القرنيه اللي احنا بعد كده هنزيل جزء منه بالإكزايمر ليزر علشان نعدل الشيب او الشكل بتاع القرنيه للشكل المطلوب. فبقى مطلوب انه احنا نعمل الفلاب دي بسمك رؤيه، وفي نفس الوقت كل ما كانت منتظمه كل ما هتقلل ما قد يستتبع العمليه بعد كده من تغيرات في النظر او زيغ بصري وما الى ذلك. فلما بنعمل الخطوه دي بالفنتو ليزر، الفنتو ليزر ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن جهاز ليزر بيطلع نبضات متناهيه الصغر بمقياس الزمن. يعني كلمه فنتو بتساوي 1 × 10^15 لتقريب القصه دي للناس. لو انا قسمت الثانيه لمليار جزء فالفيمتو بيساوي 1/1,000,000. الوقت القصير قوي اللي بتحصل فيه النبضة بتاعت الفيمتو ليزر دي بتعمل فصل للطبقات بتاعت القرنية عن بعضها، فبنقدر ان احنا نعمل عدد كبير من النبضات. السوفت وير نفسه اللي بيتحكم فيها تعمل فاصل ما بين طبقات القرنية وبين بعضها في مستوى محدد مسبقا بنقدر ان احنا نحدده، بتقدر توصلني لفلاب او شريحة الدقة بتاعتها بالغة، وفي نفس الوقت الانتظام بتاعها عالي جدا والحواف بتاعتها منتظمه. وده بيساعدنا انه لما برجع الفلاب دي او الشريحه دي لمكانها بترجع لمكانها بالظبط، بتبقى اكثر ثباتا، وفي نفس الوقت حافظت على سمك الجزء المتبقي من القرنيه لاقصى قدر ممكن. فاتاح لينا ان احنا نعمل تصحيح لبعض الحالات اللي كان سمك القرنيه فيها ما يسمحش ان نعملها بالليزك العادي قبل كده، وفي نفس الوقت على الرغم من النتائج الهائله للليزك الا انه احنا لما بنتكلم على ان احنا بنتعامل مع شخص طبيعي، لو انا اتكلمت على قلت ان الليزك ده نسبه الامام فيه 98%، لا لو انا اقدر اخليها 99.9 يبقى افضل وافضل. فطبعا هي المشاكل اللي كنا نادرا ما بنقابلها مع الليزك بقت نسبه حدوثها اقل بكتير جدا مع الفيمتو ليزر، فبدي امان اكتر
دقة أكتر وبيساعد على أن احنا نوصل للقاء أكتر في الصورة. عندي سؤالين مهمين جدا. أي عملية تصحيح إبصار أنتوا في عالم العيون ادتونا كلمة مهمة قوي، ادتونا كلمة شروط إجراء عشان أقربها للناس، حدود إجراء يعني مساحة سماح، دي حاجة. برضو في الجراحات الخاصة بتصحيح الإبصار في بره المساحة دي مساحة تانية بنقول عليها ناس ما ينفعش نقول عليهم في المنطقة السوداء، ففي منطقة شروط إجراء، في منطقة حظر خالص، هل في منطقة بينية رمادية؟ برضو دي عايز أسأل عليها. الثلاث مناطق دول أبيض أسود رمادي، احنا عندنا سؤال برضو بدخل بيه الأبيض والأسود. أوكي. طبعا زي أي حاجة احنا بنتعامل مع جسم بشري، وبالتالي الناس كلها مش زي بعضها، في خواص مختلفة بالنسبة للعيون بتختلف من شخص للتاني. في قياسات معينة ينفع ان احنا نعمل فيها تصحيح للنظر، وفي بالليزر، وفي قياسات القرنية بتاعة العين تستحملش ان احنا نعمل ده. وفي داخل هذه القياسات مش معنى ان احنا قلنا رقم محدد ان الرقم ده يصلح ان احنا نعمله في كل الناس، لان كل عين وليها طبيعتها بتبان بالفحوصات اللي احنا بنعملها. فعادة احنا بنحبش ان احنا نعمل تصحيح للنظر بالليزر للناس اللي قصر النظر عندهم بيتجاوز 10 درجات. ليه؟ لانه معنى كده ان انا هقلل التحدب بتاع القرنية بدرجة كبيرة، فده هيخلي الكواليتي بتاعة الصورة نفسها مش هتبقى بالوضوح كويس حتى لو كان سمك القرنية يسمح. في بعض الناس ممكن يبقى ضعف النظر اللي عندهم اقل من 10 درجات دول، بس تبقى القرنية بتاعته رقيقة. احنا لكل درجة من درجات ضعف النظر بنزيل بالإكزايمر ليزر جزء من نسيج القرنية بتاعت العين. كل ما زادت درجة ضعف النظر كل ما كنا بنحتاج ان احنا نزيل جزء اكبر. فلما يزيد ده عن حد معين اكبر من قدرة تحمل القرنية، الجزء اللي باقي من القرنية مش هيبقى مستقر بالقدر الكافي عشان يستحمل ضغط العين وعشان يدينا نتيجة ثابتة على المدى الطويل. ففي هذه الحالات ما نفضلش ان احنا نعمل تصحيح النظر بالليزر، ما نفضلش ان احنا نزيل جزء من الانسجة بتاعت القرنية، ولكن في هذه الحالات ممكن احنا نستعيض عن ده بان احنا نعمل زرع عدسات داخل العين. العدسات دي بتدي جودة رؤية عالية ونسبة الامان بتاعتها بقت عالية جدا مع المودلز الجديدة منها، وفي نفس الوقت احنا كده حافظنا على القرنية بتاعت المريض. دي التفسير المنطقة البيضاء المين والمنطقة السوداء المين، وتبقى برضو المنطقة الرمادية اللي هي يعني ان هي منطقة انه حتى لو في واحد عنده قياسات بدائيا مثلا اقل من 10 لكن ممكن ما يتعملوش. ممكن طبعا. الحالات طبعا اللي هي اذا كنا بنتكلم عن المنطقة السوداء، فطبعا حالات الاشتباه القرنية المخروطية، يعني طبعا حالات القرنية المخروطية محظور ان احنا نعمل ليها تصحيح بالليزر لانه بتزيد. لو في اشتباه في القرنية المخروطية يعني في بوادر مشككة بالنسبة لنا انه ممكن يكون في مرحلة كامنة او ممكن تتحول القرنية المخروطية فيما بعد، برضو دي منحبش ان احنا نعملها تصحيح بالليزر. وبعدين بنرجع ونقول انه تصحيح النظر دي عملية إلكتيف أو عملية اختيارية احنا بنعملها للمريض لما نبقى مطمنين تماما من الفحوصات بتاعته انه في المنطقة البيضاء. المنطقة الرمادية دي نفضل ان احنا نأجل لغاية لما يبان هل هي بيضاء هنعمل لها ليزر فيجن كوريكشن تصحيح بالليزر، او هل هي رمادي غامق ففي هذه الحالة نعمل له زرع عدسات اذا كانت قياسات العين تسمح بده. في الوان كتير. عايز اروح لمنطقة مهمة وبعد عملية الليزر نفسه، ايه المطلوب من العيان؟ في ناس بتخوفنا قوي تقول لك ما تفركش في عينك. طب ماشي، ما هو في ناس ممكن غصب عنها فركت مرة. اوكي. هو احنا ليه في الفترة الأولانية بنأكد مرارا وتكرارا على عدم الفرك في العين؟ لان احنا زي ما قلنا انه في فلاب، في شريحه احنا رفعناها من سطح القرنيه وبنهايه العمليه رجعنا الفلاب دي لمكانها تماما. الفلاب دي بتاخد اسابيع لغايه لما تلتئم في الوضع بتاعها ولغايه لما تبقى ثابته تماما. ففي الفتره الاولى لو المريض فرك في الجزء بتاع القرنيه نفسه في المنطقه بتاعه الفلاب، في هذه الحاله ممكن ان هو يعمل رينكلز او يعمل تعرجات في الشريحه دي. ودي مش مشكله كبيره لان احنا نقدر نرفع فلاب تاني ونفردها ويرجع الوضع الطبيعي عادي، لكن ده شيء هو مش متوقعه وبالتالي الوقايه منه افضل من ان احنا يحصل عندنا ده ونحاول ان احنا نصلحه. بعد فتره بتبقى العين طبيعيه. لان انا ما اقدرش احدد للمريض يفرك فين وفي لا، ففي هذه الحالة احنا بنقول خلاص ما تفركش في عينك خالص، حتى لو حاسس بحكة او كلام من ده ممكن تاخد علاجات او قطرات،
لكن الفرق في العين مش من الحاجات اللي احنا بننصع بيها. وما يستتبع ذلك من برضو بعض الرياضات او بعض الحاجات اللي ممكن يبقى فيها كونتاكت، بنفضل ان احنا نأجلها لمدة اسبوعين بعد العملية، ممنوع ان واحد يعمل رياضات فيها احتكاك مثلا زي هاندبول مثلا او باسكت او كلام من ده، ممكن يتعرض عينه لخبطات او كلام من ده، او لو هو حابب الكورة قوي يعني فبلاش يلعب بالهيد في فترة الاولانية شوية، لان هو مش عارف ممكن تجلي منه نبقى قلقانين من الرياضة. قرنين المخروطين نظرة عامة، يعني دي احتاج حلقة لوحدها، بس ليه القرنين المخروطين دلوقتي بقت انا شايفها محمل هم عندك كبير؟ القرنية المخروطية ده نوع من أنواع الضعف في القرنية بتاعة العين، بتتحكم فيه إلى حد كبير عوامل وراثية بتاعة المريض نفسه، وعلشان كده لو في حد من العيلة فيها عندها قرنية مخروطية يفضل أنه بقية العيلة تتأكد أنه مفيش عندهم قرنية مخروطية، لأنه زمان كانت القرنية المخروطية ما عندناش حلول كتير أو حاجات كتير نقدمها ليها. مع التطور اللي حاصل سواء في الاجهزه اللي بتساعدنا في اكتشاف الحالات مبكرا، خصوصا اللي هي الاجهزه اللي احنا بنعمل بيها فحص لقياسات القرنيه عشان تصحيح الابصار، ده ادى لاكتشاف عدد كبير من حالات القرنيه المخروطيه في مرحله مبكره. وفي عيادات العيون عموما وفي الناس اللي راغبين في اجراء تصحيح الابصار بنلاقي نسبه القرنيه المخروطيه اعلى من نسبه القرنيه المخروطيه في العامه. وده ليه؟ لان مريض القرنيه المخروطيه بيلاحظ انه مقاس النضاره بتاعته كل شويه بتتغير، حتى لما يعدي السن اللي احنا بنقول ان النظر ثبت فيه بيلاقي نفسه بعد كده كل شويه في تغيير في المقاس بتاعه وتغيير في نسبه الاستجماتيزم عنده بتتزايد، الاكسات بتاعه الاستجماتيزم بتاعته بتتغير. هو بيبتدي يقلق ويبتدي يزهق من النظاره فيفكر ان هو يستغنى عنها اكتر من الشخص الطبيعي. كمان في نسبه منهم حتى بالنظاره ما بيقدرش يوصل للصوره نقيه بالقدر الكافي، فيفكر ان هو لو عمل تصحيح للنظر هيوصل للرؤيه اللي هو بيحلم بيها. فلما يجي يعمل الفحص نكتشف القصه دي، نكتشف انه في عنده قرنيه مخروطيه. ده خلى نسبه كبيره من الحالات تكتشف مبكرا، وده حافظ على نظر عينين كتير، انه بمجرد ما بنكتشف قرنيه مخروطيه في شخص عرضه لانها تتزايد، لانه بالمناسبه القرنيه المخروطيه التطور بتاعها بيختلف من شخص للتاني. كل ما اكتشفناها في مرحله سنيه مبكره معناها انه المريض عنده الاستعداد انها تتزايد، فبنبقى بنفضل ان احنا نعمل له حاجه بنسميها كروس لينكج او تثبيت للقرنيه علشان ما تتزايدش. دي عمليه بنزود بيها صلابه القرنيه وقوتها علشان ما تزيدش الحاله عنده. المراحل المتوسطة اللي هي تأخرت عبر ما اكتشفت وبقى في ضعف في النظر ملحوظ منها حتى ما وصلش دي لقدر معقول بالنضارة، في هذه الحالات ممكن احنا نعمل زرع حلقات او دعامات داخل القرنية تعيد الانتظام لسطح القرنية وتساعده انه يشوف بالنضارة بشكل افضل. طبعا الحالات اللي تأخرت قوي عبر ما اكتشفت لدرجة انه حتى الدعامات دي ما عادش مناسبة ليها، ما بقاش قدامنا غير انه هي يلبس عدسات لاصقة صلبة يكمل حياته بيها وبتوفر له صورة كويسة، وقت ما يبقى مش قادر يستحملها بنحتاج ان احنا نعمله زرع قرنية. عالم زراعة العدسات على فكرة في ثقافة الجمهور المصري بعيد جدا عن الواقع. انتوا ما شاء الله زراعة العدسات قدمت تقدم مذهل، واحنا يعني على المستوى العالمي لم يكن نتفوق على كثير منهم في التقنية، لكن خلينا أقول زراعة العدسات وصلت لإيه خصوصا في تصحيح الإبصار. ده مش بكلام على الكاترك، الكاترك ده قصة لوحدها. أنا بكلام على زراعة العدسات للناس بقى اللي هم -15 -16 -20، وصلنا لإيه؟ حصل تطور كبير جدا في زراعة العدسات لتصحيحه بالابصار. التطور ده حصل في التصميم بتاع العدسات برضو، لانه بيطلع تصميم بعد فتره مع الدراسات والبحوث بنجد انه في حاجات معينه لو اتعملت ممكن تحسن التصميم بتاع العدسات. بتبتدي التطور التكنولوجي في تصنيع العدسات خلى العدسات اللي موجوده في الوقت الحالي التصميم بتاعها متوافق جدا مع التركيب التشريحي للعين، خلى المشاكل اللي كانت بتحصل مع العدسات قبل كده تتلاشى. وسائل القياس اللي موجوده بقت بتخلينا نقدر ان احنا نحدد مش بس مقاس العدسه كباور كدرجه ضعف النظر مثلا من 15 -10 -كذا، لا كمان كحجم للعدسه اللي بتتحط. المواد اللي بتصنع منها العدسات دلوقتي خلت السمك بتاع العدسات يبقى رقيق قوي فما بتشغلش حيز من العين. فالنتائج بتاعت العدسات بتاع زرع العدسات دلوقتي بقت كويسه جدا ومشجعه جدا، وما بقيناش بنقصر استخدام زرع العدسات في الحالات اللي درجات ضعف النظر فيها كبيره فوق 10، لا بالعكس احنا ممكن نستخدم زرع العدسات
لغاية 3 درجات لو قياسات القرنية بتاعت العين مش هتستحمل ده. وده كمان بيدي فرصة كويسة للناس اللي هم عندهم قرنية مخروطية، لو القرنية المخروطية استقرت بالتثبيت او خلافه وبقى الوضع بتاعها دلوقتي ثابت مش متوقعين تغير فيها، كنا زمان بنقول المريض ما فيش قدامه غير ان انت تلبس نظارة. لو النظارة مش هتبقى مناسبة ليه بس القرنية بقت ثابتة، ما نفضلش ان احنا نعمل تصحيح بالليزر، لان الليزر ده زي ما قلنا بنشيل جزء من القرنية اللي احنا ما صدقنا ان هي ثبتت. ففي هذه الحالات برضو ممكن ان احنا نزرع العدسات دي في المقاسات المنخفضة. دي العدسات بتاعت تصحيح الابصار. طبعا على جانب التطور الكبير في العدسات اللي بتتعمل مع المعمل البيضة، بس دي تصميم مختلف وقصة مختلفة عن عدسات تصحيح الابصار. الحقيقة انا سعيد جدا ومبسوط جدا اولا بزيارتك لنا النهارده، شرف كبير، وكنا من زمان نسعى ان احنا نلتقي بيك، وما شاء الله شرف يعني قدمت محاضرة رائعة مرجعية مهمة جدا جدا. يعني انا بقول للناس دي جزء مرجعي مهم جدا لتصحيح الابصار من ناحية الليرك والفيمتوليزك، ومررنا بالقرنية المخروطية ولم ننسى زراعة العدسات. هي يعني بس طبعا نتمنى ان انت تشرفنا بزيارات قادمة، نمسك بقى حاجة حاجة بدون نتكلم فيها شوية ان شاء الله بإذن. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أيمن عبد الرحمن، أستاذ واستشاري الليزر وجراحات العيون بكلية الطب، وصاحب الدكتوراه وزميل جامعة ميجيل بأسبانيا، وطبعا زميل كلية الجراحين الملكية للعيون وزميل المجلس العالمي لطب العيون بكامبريدج بإنجلترا، والعضو الجمعية الأوروبية والأمريكية لتصحيح الأبصار الاسم الكبير، كان ضيفي في واحدة من أهم حلقاتنا عن تصحيح الأبصار. يبقى ضعف النظر مشكلة أرجوكم لا يعير بها أحد ولا يتم التنمر، عيب قوي. امنع طفلك أنه يشتم أو يعيب على زميله اللي بيلبس نظارة. يعني لو لقيت طفلك بيعمل كده عاقبه عقاب يخليه يرتدع عن ده، مش عايزين نخلق جيل من المتنمرين. وخلي بالكم التقدم المذهل جعل النظارة شيء من التاريخ. ضيف العزيز نورت الناس الحلوة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. خليكم دايما مع الناس الحلوة. شكرا. في دكاترة في الفيلد دلوقتي موجودين عندهم رول قبل ما يمد ايده على الضرس يعمل فيه اي حاجة يعمل لك جزر. زراعة جميلة، خلاص أنا عندي ضرس مصاب، خلاص شيل وزرع مكان، إيه المشكلة؟ ما ينفعش، خلقة ربنا مفيش حاجة تضاهيها أبدا في الدنيا كلها. المادة المستخدمة هي كور النجاح، سر النجاح في التركيب. الزراعة في أي حالة ما تزيدش عن 10 دقايق، أنا دايما بحب أحط كل حاجة في مكانها. الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية الطب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية الطب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بكم. الحقيقة في ناس كتير بتضر أسنانها بأكلات ومشروبات خطيرة جدا. المشروبات الغازية، مأكولات الحمضية من أسباب الأساسية لتآكل الأسنان. خلي بالكم الحكاية دي. الناس بقى اللي مثلا بتاكل أكلات فيها نسبة حمضية عالية جدا، مأكولات حمضية مثلا زي المأكولات الحمضية زي الطبيخ، الحاجات اللي فيها مسبكات كثيرة، الحاجات اللي فيها برضو المشروبات بقى الغازية كلها، المشروبات الليمون، كل ده ممكن يكون له تأثير سلبي جدا. المشروبات الغازية دي بتاكل طبقة المينا. المشروبات الغازية دي بكل ألوانها بقى، عشان في ناس برضو يقول لك ايه اصل الدارك مش عارف ايه انا بشرب الوايت، يا باشا كله بيأثر على المينا، بتسبب تآكل في الأسنان. عشان كده احنا على طول شربنا لهذه الأشياء وأكلنا للأكلات الخطيرة جدا زي مثلا النكهات المشهية، الحاجات اللي بتتحط على الأكل، كاتشب، الله يخرب عقلك اللي اخترعت الكاتشب ده، ممكن يدمر سنانك. كمان قللوا شوية من مبيضات الأسنان، في ناس بتستخدم مبيضات الأسنان. في حاجات كتير جدا بتحمي بقى السنان زي التفاح، الموز،
كمان الحاجات الفاكهة التين بيعدل الوضع الحمضي الموجود في السنان. أرجوكم استخدموا فرشاة السنان عشان تزيلوا البقايا بتاع المواد الحمضية اللي بتاكل الأسنان، وفي النهاية بتلاقي نفسك قدام مشكلة كبيرة جدا اسمها مينا راحت، مينا ضاعت، والسنة بقت ما فيهاش حماية، ما لهاش حاجة تحميها. طبعا أنا كلامي كلام راجل طبيب بشري بيتكلم على الأسنان، بيبقى عامل زي بالظبط ما تتكلم مثلا عن خطة ليفربول قدام يوفنتوس في نهائي ماتش مثلا مهم، فبيبقى كلام لطيف جدا يعني، بيبقى كلام انت عارف بلد، لكن اسمعوا بقى كلام المحترفين اعتقد هيبقى كلام واقعي بشكل اكبر. ضيفتي العزيزة المبدعة دائما صاحبة الكاريزما والحضور الرائع، زي ما بقول دائما حلقتنا مع بعض بتبقى يعني دفتر يوميات او يوميات في دفتر احوال دكتورة سنان متميزة للغاية، هي الاستاذ دكتورة اسراء السعيد. اهلا بيك يا دكتورة اسراء. حلوة حتة دفتر احوال دي. ايوه ذكريات لا لا ذكريات الاسبوعيه حصل ايه الاسبوع ده بالظبط كده. انت نقيت النهارده ان احنا نتكلم على الجذور الاول. ايه بقى ليش ما احنا اول مره يعني تبداي بجذور الاسنان؟ ما انا قلت بقى نقول حاجه جديده يعني نعمل واللي حصل في خلال الاسبوع ده حاجات كتيره جديده. بالظبط هو اللي حصل خلال الاسبوع دوت ذكرياتي مع الجذور. والله بص هو انا بقيت الاحظ ان بيجي لي مرضى كتير بيروحوا لدكاتره عندهم جذر متبقي من ضرس الدكاتره بتقرر انها تخلعه. دوت موضوع على فكره له صح وله غلط، بمعنى لما يكون الجذر دوت فيه امل انا اول واحده بجري عليه واول واحده بتجري على علاجه، لكن في ناس بتيجي بجذور مستحيل انها تتعالج فعلا، يعني بيبقى الجذر مكسور ومتعفن وابتدى يعمل طحالب خلاص ده موضوع منتهي او حاجه زي الفطريات يعني الطحالب دي هزار يعني. ده كلام ما ينفعش ان احنا نتكلم ان احنا نعالجه، لكن في حالات بتبقى فعلا خساره انها تتخلع بس بيروح لدكتور يقول له لا خلاص ده نو واي ده خلع. بيجي عندي فصورت بقى كام حاجه كده ان احنا نقعد نتكلم عليها ان احنا لا في امكانيه ان احنا نعالج. يعني بص فوق يمين دوت جدر راحت لدكتور قال لها لا نو واي، او يعني المريض دوت راح للدكتور قال نو واي لا احنا كده مش هينفع ودوت هيتخلع. انا شايفه ان دوت خساره، انا طلعت منه ناب كامل، هتلاقي شكل الناب اللي احنا بنينه اجمل من السنان اللي جنبه. وبعدين طريقه الشغل يعني احنا بنشتغل الحاجات الدقيقه ديت بنشتغلها بحاجه اسمها رابر دام او عازل. الرابر دام دوت بيخلي العزل قوي جدا، تقدر تقعد ترسم كان انت فنان وتنظف الجدر وتحط فيه مسمار، تعمل علاج جذور، تغسل بمواد ملينه، تغسل مواد مطهره، تعمل شغل حلو جدا والضرس معزول او الجدر معزول وبنينا، والمفروض ان احنا نحط عليه كراون. يعني هو مش عايز اقول لك الواد طالع شكله رائع لدرجه العيان قال لك طب هنحط ليه، احنا كده حطينا. لا والله يا فندم كده ما حطيناش، احنا كده بنينا، قدرنا نحافظ على جدر ده في حد ذاته شايفه ان هو يعني رائع جدا وجديد. زمان كان السن انت عارفه لما بيقولوا سنه متهالكه بيشيلوها بيقول لك شيلها، دلوقتي انتوا بقيتوا عندكم قسم اسمه الريستوراتيف. طبعا حلو انا كده حلو لما عرفت ريستوراتيف كده خلاص عديت قادم بقوه قادم الى احكي لي بقى ايه الريستوراتيف ده. ريستوراتيف انت بتريستور يعني بترجع اللي راح من السنه. ريستور يعني بتحافظ او بترجع اللي راح. هو دوت ريستوراتيف اللي هو انت عندك حاجه حصل فيها الدمج او تدمير معين او باظت من اتجاه معين، الشطاره ان انت ترجعها زي ما ابتدت. هو دوت ان انت ترجع، حتى دايما الحاجه اسمها ريستوريشن يعني ان انت رجعت المفقود من الضرس رجعته في مكانه تاني. هو اللي بنعمله دوت هو دوت الريستوراتيف او هو دوت الريستوريشن. ده في حد ذاته ارت اند دنتستري، يعني ده مش دنتستري بس، ده مش طب بس، ده فيها فن ان انت تقعد ترسم وتحط مسمار طوله قد ايه ويمسك قد ايه وتصور وتلقط وتطلع الشغل ده. ده في حد ذاته فن. ده مش واحد واحد يساوي اتنين، مش احفر وحط زي ما الناس بتيجي تقول لك ايه يا مش حفره وهنحط، لا خالص القصه مش حفره وحط اطلاقا. ده ليها فن وليها مقاييس. يعني بص الحاله اللي انا لسه موريها لك طالعه السنان او الجدر الاسود البايظ ده طالع احلى من سنانه الطبيعيه.
وليه بقى الحشوات بالليزر ده حاجة جديدة حلوة وحشوات تجميلية دي؟ طيب نتكلم في الحشوات النهارده. ريستوراتيف كله ما هو بقى احنا النهارده اللي هو ايه تعويض. انت بتتكلم سيرجن في الريستوراتيف. الاستعاضه الكلمه الحرفيه للاستعاضه. طيب بص بقى، اولا هي مش جديده خالص، ده احنا اللي بنعتبرها جديده علشان في ناس لسه ما زالت بتحشي بلاتين والحشوات السوداء واللي داخل فيها فضه والكلام دوت. لا، الحشو بالليزر دوت حاجه كده ميد واي، هي تعتبر نوعا احدث من الامالجم، لكن هي ولا حاجه جنب الكات كام. يعني دلوقتي في طفره في الريستوريشنز، احنا عدينا يعني لسه الناس بتيجي تقول الحشوه واللي بالليزر واللي بالضوء، يعني حاجه زي كده. انت متصور ديت اتعملت ازاي؟ برضو نفس المريض دوت راح للدكتور قال له لا احنا هنخلع. ليه نخلع؟ ده الضرس مطلع نتيجة زي الفل، ده ما يتخلعش. بس مش معنى كده ان اجي بكرة الاقي كل العيانين جايين يقولوا لي جايبين جذور يعني طالع عليها فطريات وتقول لي نقوم لخلخة ومنفصلة وتقول لي اشتغلي. لا، بس دي يجي منها حالة ما فيهاش اي مشكلة. صحراء، كيف نروي الصحراء؟ انا بتجيلي حالات اللي هو لا، ومثلا وملخلخ جريد فور اللي هو ايه، عالي خلاص. عالج ايه؟ ده انا في واحد قلت له انت لو عطست الضرس هيطير، انت بتتكلم في ايه؟ مستنيين دور انفلونزا بس. حاجه زي كده ولا فيها اي مشكله، بس هي بتاخد وقت، بتاخد تفكير، بتاخد ديزاين. لازم نعمل علاج جذور، لازم نعمل مسامير، لازم نعمل دعامه، لازم نرفع نرسم. طبعا انت لو تلاحظ الضرس مستواه اقل من اللي قبله، ليه؟ علشان الضرس اللي فوق ونزل قفل المسافه عليه، لان هو مكسر كده بقاله 10 سنين. يعني هو خلاص الضرس اللي فوق نزل يقفل عليه المسافه، فما ادانيش انا مستوى ارتفاع نشتغل احنا فيه. فحاجه زي كده دي تتعامل بالليزر، تتعامل ضوئي، تتعامل كل الحاجات الجديده، ده بنيو تكنولوجي. بس في تكنولوجي معدي اكتر من كده بقى، ان احنا نعمل الريستوريشن دي كات كام. يعني دي بتتعمل، بتتصور بجهاز 3D، بتتعمل بيطلع الحشوه، بتمسك انت الحشوه بتحطها فوق الجدر، خلاص كده بقت حشوه، تلزق خلصنا. دي الاحدث اقيم اقوى. بس انت بتسالني على الحشو بالليزر، ده حشو ليزر. حلو قوي، حلو قوي. طب عايز اروح بقى لحته ثانيه، بما ان احنا اتكلمنا النهارده عن بعض الاشكال المشهوره قوي، من اشهر الحاجات في مصر دلوقتي ان اسنان تبقى مزدحم. على فكره دي بقيت اشوفها كتير موضه. علشان احنا زمان لما تيجي تشوف كده البني ادم مثلا من 1000 سنه او 2000 سنه او اللي هو البني ادم القديم خالص، كان بياكل الاكل مش مستوي، فكان المسلز اوف ماستيكيشن يعني عضلات المضغ قويه جدا، تقدر تهضم وتقطع، فكان بيبقى فيه تريننج والدم اكسرسايز يعني للسنان، والدم بيوصل بقوه اكتر للاسنان، فالسنان هيلثي صحيه اكتر. دلوقتي ما بقيناش بناكل اكل، طبعا بقينا بنتكلم في الجيلي والجاتو والكلام الخفيف ده، ما بقاش في اكسرسايزز للسنان، ما بقاش في مستوى التنظيف الاحسن بالالياف، اكل الالياف بينظف السنان على فكره، ما بقاش في كده، فالسنان بقت ضعيفه، الاربطه ضعيفه، بقت السنان تركب على بعضها. بلس داخل فيها عامل جيني، زي مثلا الام حجم الفك صغير، الاب السنان كبيره، يوم الطفل واخد الاثنين يحصل له تراكب وازدحام. ده حله ايه طيب؟ الازدحام ليه؟ بص كل حاجه عندي ليها كذا حل، ما عنديش حاجه اسمها هو الحل ده ما فيش غيره، ولكن في ممكن نجيب حلول بديله. يعني مثلا ديت عندها مشكله ان الناب طالع فوق خالص، البنوته ديت قلنا ان احنا نعمل لها جهاز تقويم وننزل الناب دوت لحد ما يوصل للليفل بتاعه ونقدر نمشي بيه ونحركه. دي حاله لازم تتعمل تقويم لان البدائل هتخسر، لكن كل حاجه وليها بديل. يعني استنى السنه ديت كبنت صغيره لازم الناب ينزل، نعمل عمليه ونفتح ننزله، ده اساسيات. ولكن كبدائل كل حاجه عندي ليها بديل. بس دايما اقول لك ده الصح 100%، اي بديل تاني هيخسرك. فطبعا اول حاجه للازدحام التقويم، دي اول حاجه نزلنا الناب للمستوى المظبوط بتاعه. عظيم. التقويم عايز افهم كام نقطه فيه، يعني امتى نلجا للتقويم؟ السن بدايته ايه ولا مش السن الاحتياج؟
الاحتياج. السن بالنسبة لي أنا ملوش العامل الأول، الاحتياج هو العامل الأول. لكن السن، طب أنا بعمل حالات عندهم 40 و50 و60 سنة وعندهم سكر وعندهم لخلخة، وبنقدر نوصل بالنتيجة حلوة جدا ونثبت الوضع ونجيب نتيجة أحسن من اللي ابتدينا منها كمان. ولكن مش هي دي التارجت، أو مش هي دي القضية. القضية الحالة دي حالة تقويم فعلا ولا لا؟ دي اللي بتخلي الحالة تفالير أو تعمل مشاكل مع الدكاترة. هي حالة تقويم ولا متشخصة غلط؟ السؤال المهم، أنت قلتي في كلامك كده أن في بدائل للتقويم، إيه بقى البدائل؟ ممكن نعمل تركيبات. يعني في بعض الناس بتيجي عندها ازدحام خفيف ووقتها ما يسمحش انها تعمل جهاز تقويم، او وضعها الاجتماعي ما يسمحش، او وضعها برضو وضعها الاجتماعي مثلا انها داخله على جواز ما يسمحش انها تركب جهاز. ايه الحل؟ بس ما تكونش حالات معقدة جدا وفيها دروس مدفونة وفيها عملية وفيها عظم وفيها قصص كبيرة ونعملها فينيرز. ولكن ممكن حالة الازدحام تتعالج بفينيرز أو تتعالج بتركيبات، إن احنا نبرد الأسنان وندي شكل متراص. يعني مثلا الحالة ديت الناحية الشمال عندها ناب في سقف الحلق. أنا من الناس اللي ضد خلع الناب بشكل يعني لا تتصوره، بس دي حالة نازلة مصر 48 ساعة ولا يمكن هتستنى يوم واحد ومش جاية مصر تاني. الناحية الشمال عندها طربوش، أو الناحية اليمين المشاهد عندها طربوش عنده حروف سودة وشكله مش جميل، وهم 48 ساعة أتشقلب أنا أخلص الحالة ديت؟ نو واي. قدرنا نعمل، وانت عايزة تقفل فراغات وعايزة تظبط لون، قدرنا نجيب النتيجة اللي هي عايزاها في 24 ساعة مش في 48 ساعة. بشكل جيد جدا، رائع. يعني ولا يمكن تتصور ان هي خلعه او ان هي معدله. وبص اللون، الحجم يمين وشمال بقى زي بعضه، خط النص، الفراغات، الناب اللي كان في سقف الحلق طلعناه لبره، قدرنا نظبط وضع. يعني انا يعني الحمد لله هي طالعه راضيه جدا جدا وفي 24 ساعه فعلا. في تطوير لانواع التقويم، يعني انواع طبعا. بقى التقويم في انواع مختلفه طبعا. التطور في كل حاجه في طب الاسنان دلوقتي، بقينا ممكن نعمل اجهزه متحركه شفافه بحيث ان ما فيش حد يعرف ان انت مراكب جهاز تقويم خالص. طبعا التطور موجود. عندنا في طب الاسنان التطور، انا متهيألي كل سنتين بتلاقي قنبله جديده. ما بنستناش بالعشر سنين والخمستاشر سنه. المدة على حسب الحالة ولا في تقريبا ثبات؟ المدة على حسب الحالة. ولكن المدة ديت حاجة فاريبل جدا، يعني ممكن نبدأ حالة تقويم في مثلا حالة زي دي. دي حالة ستوري، بمعنى أولا دي مدام اجتماعيا معروفة، سنها فوق الستين، عندها العضة المعكوسة، عندها تلون شديد في الأسنان، مستحيل تركب جهاز تقويم عشان وضعها الاجتماعي وعلشان وضعها النفسي، يعني مش منطقي، وعضة معكوسة كمان، يعني شغلها تقيل جدا. مش قادرة اقولك ان احنا عملنا فينيرز فوق وتحت وقدرنا نظبط بيها الشكل، بس ما عالجناش العضة المعكوسة. مستحيل تتعالج بالفينيرز عشان يبقى الكلام منطقي. وظبطنا اللون، ظبطنا الشكل، انا مصورة وهي فاتحة بقها شوية، هي طالعه راضيه جدا مبسوطه جدا. الكلام ده حصل في زيارتين او في ثلاث زيارات، ظبطنا اللون، ظبطنا الشكل، ظبطنا الحجم يمين وشمال، كان عندها اسنان محتاجه ان هي تتزرع زرعنا، عملنا كل الكلام ده كله في زيارتين ثلاثه، خلصنا القصه دي كلها. ده بديل للتقويم. ولكن ما عليكش العضه المعكوسه، عليك كل حاجه الا العضه المعكوسه. وهي راضيه ومبسوطه مش متضايقه منها، هي عايزه لون، فراغات، دروس تتحط في مكانها عشان عندها اماكن فاضيه. هروح لمنطقه ثانيه، منطقه تغير اللون. حتى في الحاله دي كان في تغير اللون طبعا. يعني طبعا كل الناس يغير اللون. كل الناس بتعاني طبعا، كل الناس. وهفاجئك اقول لك المدخنين بيعانوا، بس غير المدخنين كمان بيعانوا طبعا، وغير المدخنين بيعانوا. ده في ايجينج. يعني ما تلاقي واحد عنده 60 سنه درجه لون سنانه غير واحد عنده 20 سنه والاثنين سنهم سليمه. لا طبعا، ده الايجينج بيفرق. عارف ليه بيفرق؟ عشان طبقه المينا بتتشال، بتدخل على طبقه العاج. طبقه المينا اتشالت ليه؟ علشان خاطر الزمن، احتكاك. ده الجلد نفسه بيغير لونه بالظبط كده. الاكل والشرب، الاكل دوت شرب قد ايه مياه غازيه في وقت عنده 20 سنه، وده شرب كميه قده لانه ثلاث مرات قده اللي عنده 60 سنه. فطبعا دوت بيفرق. اللون بيفرق بالسن، مفيش حاجه اسمها واحد عنده مثلا 60 ولا 70 سنه ودرجه لون سنانه هتبقى بيضاء زي اللي عنده 20 سنه. مش ممكن، مش منطقي.
ايه الحلول بتاع التلون؟ التلون ده قصة، ده ممكن اطلع لك 20 حل. بس حالة زي كده مثلا، دي اولا دي عندها ازدحام وتراقب وتراكب، يعني اسنان راكبة على بعضها، عندها اسنان جري وتراكب وتراكب تراكب، وعندها كمان اسنان لو تاخد بالك لونها جري، يعني لونها غريب. لونها غريب لانها كانت بتاخد ادوية وهي صغيرة خالص، مضادات حيوية مش مسموح انها تتاخد، ومش عايزة تعمل تقويم اسنان، ورفض الرفض كلي وجزئي، وما فيش نو واي. قدرنا نعمل القصة ديت في حوالي زيارتين، برضو عملنا بردنا الاسنان بطريقة معينة، بس مش برد كامل، فينيرز بنبرد 0.2.3. ركبنا فينيرز، زبطنا مستوى اللسة، لازم نشتغل في الحالة دي التجميل للسة عشان نظبط الليفل فوق وتحت، جايبين نتيجة مرضية جدا جدا الحمد لله. ما عملتش تقويم، ما عملتش اي حاجة، خدت وقت، هي زيارتين ثلاثة خلصنا القصة دي كلها، فتحنا لون اللسة، وصلناها للون الوردي المشرق الجميل دوت، وموضوع ما خدش وقت خالص. بس ده مش معناه ان كل واحد يسمع الحلقة دي تيجي يقولي مش عايز اعمل تقويم، لا، لكل مقام مقال. الحالة بتاعت التقويم لازم هتتعمل تقويم، الحالة بتاعت اللي ممكن يكون لها بدائل نعمل لها، بس دائما وابدا كل حاجة ليها الحل المثالي والحل البديل، دي الحلول البديلة. عندنا في مصر مشكلة كبيرة في السنان الفروقات، بس طبعاً. في فرقة اللي هي فلجة السنان من قدام ديت، اللي هي سنتين دول، دي مش بسبب استخدام الخلة، دي ساعات بتبقى حاجة وراثية. طبعا دي حاجة وفي حاجة اسمها الوتر الشفوي، يعني الوتر اللي بيبقى في الشفة من جوه دوت، بيفتح المسافة ما بين الأسنان الأمامية في خط النص. بتعمل الفلجة دي. طبعا تعمل الفلق ده، اللي هم بيسموها بقى ايه طريق السعد. فلق السعد او مدخل السعد. والله اضحكت لسه، واحدة امبارح بتقولي انا خايفة سد ورزق يقف، ففعلا ضحكتني. فكنت عايزة اقول يا جماعة والله الرزق ما هيقف، عشان اكيد الرزق بيعديش من هنا. طب ليه الرزق بيدخل من هنا؟ يعني ليه بيدخل؟ طب ليه ما بيدخلش كده؟ هو عادة ان الرزق بيجي في ممثل دلوقتي مش بيدخل بالبق. في ممثل شاب معروف عنده الحكاية دي، وفي اعلامي شاب عنده الحكاية دي، وممثل، في كذا حد مش وسايبينها. طبعا عشان بتدخل الرزق. اقتنعت. مش اقتنعت، هي ديت اللي معدية الفلوس. في زمان قوي مطربة وممثلة، بس أنا ناسي اسمها، زمان كانت مثلت مع يوسف وهبي فيلم ولا حاجة، وكان لها فرقة كبيرة مسرحية وبتاع، كانت ممثلة مسرح، كان عندها فلق السعد ده برضه. شفت اسمه فلق السعد. شفت وصلت لفين بفلق السعد. طب ما هو فلق السعد ده مشكلة، خلي بالك ده حاجة أجلي، يعني دي حاجة لا، أنا أقصد أقول إن هو تماماً. تصليحه ممكن المريض ما يفهمش، يقول لك ما هو السنان هيكبروها لي عشان يقفلوها. لا، ما هو يكبروها يبقى يا اما تشخصها غلط، يا اما اللي اشتغلها ذوقه مش عالي. لا ازاي، طبعا دي لازم تتعامل بحرفيه. بس انا قلت اول كلمه ايه؟ تتشخص صح. يعني الحاله دي السعد ده خالص خالص خالص. ده دراع السعد ده. كتير كتير دوت. الحاله ديت راحت انا رقم 3، قضت تقريبا عمرها كله عند الدكاتره بتقفل في فلق السعد دوت. ده ما ينفعش، دي مش هي جات لك كده بعد ما راحت ده كده رجعاني، راحت 2 دكاتره وعملت تقويم وخلصته وجات لي كده انا رقم 3. طبعا ده كلام مش مظبوط. عارف ليه؟ لاول كلمه قلتها تتشخص صح. مفيش حاجه اسمها حط خطه علاجيه مظبوط بالظبط كده. مش فيش حاجه اسمها عندك فلق حط بلاطات اعمل تقويم اقفل هتفتح حضرتك. ما هو انت ما شفتش السبب. عارف السبب ايه في القصه دي كلها؟ السبب فيه الوتر الشفوي. لازم الوتر الشفوي دوت يتشال، لازم المسافه تقفل، لازم نعمل تثبيت لفتره طويله، لازم نعمل قص للسة بشكل مظبوط. المسافه قفلت 100%، وباذن الله مش هتفتح لان هي اتشخصت صح. لكن قصه اي فراغ حط بلاطات لم، مش حاجه اسمها كده خالص. لازم يتعرف السبب ايه علشان تقطع الطريق على السبب دوت خالص. طيب بما ان احنا بقى كمان في قضيه ثانيه، قضيه خطيره اسمها النائب المدفون.
انت عارفه برضه، انت عارفه كلمه المدفون دي تحسسك ان الموضوع كبير. ايوه، في موميا، في قدماء مصري. زمان كنا بنعمل موسيقى تصويريه والله. الناب المدفون، زي مثلا الكنز المدفون. بالظبط، هو ده الكنز المدفون. السفينه المدفونه، حاسك داخل على تايتانيك كده. الناب المدفون دوت مشكله. اولا الناب ده شيء مهم جدا جدا في الوش بتاع البني ادمين كلهم. دوت ليه حاجه اسمها كاناين امينانس، دي اللي بتدي الشكل الشبابي وبتدي شكل الوش، وتلاقي يمين زي الشمال. كاناين امينانس دي حاجه مهمه جدا. الناب المدفون دوت لازم ينزل، لان هو بينزل بالامينانس بتاعته، بيظبط شكل العظم، بيظبط شكل الوش. ده حاجه مهمه جدا. يعني انا ممكن اقعد انزل في الناب دوت واتفر الوقت قد ايه. يعني السنه البنوته ديت، البنوته ديت عندها الناب دوت مش موجود، لو تاخد بالك القاطع ورا ضرس. والله الحته دي مهما شرحتها لي برضه انا بركز فيها قوي. بس ده فعلا ده قاطع، مفيش ناب. فين الناب؟ مش فيش ناب، مفيش ناب خالص. وملوش مكان كمان عشان ينزل. بالنسبه للعضه تحت، العضه مش مظبوطه، لان اوريدي في مكان لضرس فوق، ملوش مقابل. فاحنا بقى عندنا العضه مفتوحه، بقت بص السواد اللي موجود ما بين الفوق وتحت، ده منظر مش منطقي. الناب بقى اللي تحت مش عارف يدخل يقابل ايه، فطالع بره. فالعضه بايظه تماما. ديت علشان نعرف نشتغلها احنا اضطرينا ان احنا نفتح فوق كتير، يعني قرب المراخير، ونزلنا الناب براحه خالص لحد لما نزل اتعدلنا العضه عشان نوصل للشكل ده. جبناه يعني من قفاه. اهو اهو، بص الناب اهو. بص انا بصراحه عارفه، عارفه صاحبي، عارفه. وبص يمين وشمال، احنا وسط تحت، وسط العضه قفلت وادينا دوران للفك. الحاله ديت فعلا طولت في الشغل، بس فعلا جابت نتيجه مبهره. منظر البق من بره والوش من بره بقى منظر بني ادمه صننه عندها 21 سنه او 20 سنه. قبل كده كان منظر مش لائق خالص. هو ساعات الناب وهو نازل ما بيعرفش ينزل يكمل. ما بيعرفش يكمل، لا بيتعلق، يسموه الناب المعلق. ده حاجة بيبقى لوكد، يعني معلق. اتقفل عليه. ايه بقى اللي قفل عليه؟ يبقى انت ما شخصتش صح من الاول. يبقى انت ما انتش عارف تقيم اتقفل عليه ليه، وهيتقفل عليه امتى. يعني انت المفروض وانت بتشخص تبقى عارف انت بتشخص الحاله دي هتلوك ولا مش هتعمل لوك. لازم، ولو هتعمل لوك لازم تشيل اللوك قبل ما تنزله. ايه اللوك ده بقى؟ لوك يعني يا اما هتقابل حاجه قفلت عليه، في ضرس قافل عليه، في جذور الاسنان اللي حواليه قافله عليه، في عظم قافل عليه، في حاجه عامله لوك. لكن ما ينفعش ان هو نازل كده في حاجه قافله يجي بالزبط. ينزل يقف بقى. يعني لسه كان في حاله عندي، النام السنان اللي حواليه عامله لوك، يعني الجذور المفروض الجذور تبقى واقفه كده جنب بعضها، لا الجذر عامل كده. والدكتور حاطط على الناب بلاطه وعمال ينزل ما بينزلش. الجذور عامله كده، ده هينزل فين؟ لوكد، مفيش مكان، في مثلث قافل عليه. هنقعد ننزل، بتقولي بقى لي 3 سنين الدكتور بينزل فيه وما بينزلش. موضوع ابسط من البساطه، عملنا اشعه طلع الجذور دي مش الناب ده مش هينزل، مستحيل ينزل. فلازم تفتح له طريق او تتوقع اللوك او تعمل اشعه قبل او اثناء لو المشكله ما حصلت فجاه او بدون توقع. بس هو الصح الحاجه لازم تبقى من الاول عارف ده هيحصل 1 2 3، العلاج هيكون 1 2 3. طيب هروح للزراعه. عالم الزراعه عالم مثير طبعا جدا. عايز ابدا الاول في شايفه الناس بدات تفهم قيمه الزراعه ولا لسه برضو الناس ما فهمتش؟ انا بحب اسالك دايما على تقييمك لثقافه الناس. لا، ما زال الناس تيجي تقول الزراعه شيء مخيف، هتحطي بشنيور، هتقومي زرعه الجدر بتاع السنه دوت بعنف، هتفسخي العظم، كلام كبير جدا. عارف اللي هو فعلا ما انت تسمع اللي قدامك تحس ياه كل ده انا هعمله؟ مش هقول اي حاجه خالص من دي على فكره. موضوع ابسط من كده بكتير. واقعد اقول لهم الموضوع ابسط، الموضوع كانك بتحشي ضرس. المكنه اللي بنشتغل بيها بالعكس ده مكنه ابطا منها، هي اللي بتحط الامبلانت. الامبلانت دوت مانوفر مش معقده بالشكل ده، بس لازم تدرس. اول ما بتقول المريض لازم تدرس يخاف منك. ما هو ما ينفعش، ده انت المفروض لو بني ادم طبيعي تدرس المشوار دوت. انت رايحه الساعه 5 بتنزل من بيتك الساعه كام؟ هي دي دراسه الموضوع. الموضوع مش كبير، بس لازم يكون محسوب. يعني انا داخله في طول 10،
ازاي مثلا هحط امبلانت او زرعه طولها 13 ملي. طب هي دي الدراسه، انا داخله في عند الطول الفلاني هقابلني عصب، طب انا لازم اتوقع ان انا هعمل له استبعاد. هي دي دراسه الحاله. بس دي بتخوف الناس قوي. بس بتخوفهم ليه؟ مش عارفه، بس ده شيء طبيعي ان انت تدرس الحاله. انت لو رايح مشوار هتفكر البس ايه بس. صح يعني دي اقل، دي دراسه دي دراسه الوضع. هضحكك هضحكك ضحك. دراسه الحاله دي انت زي ما انت قلتي انه رايح مشوار، صح كده؟ كلنا في حياتنا دلوقتي البتاع ده اللي هو انت بتروحي كاتبه جوجل ماب، في اتنين، في واحد دقيق راجل ابن حلال بيوصلك الاماكن، التاني فله عارفه. فالخطه العلاجيه والله انا افتكرت دلوقتي الكلام ده، ودايما لما تشوفي الكلام ده هتفتكري كلامي. الخطه العلاجيه حاجه من اتنين، لا اما خطه علاجيه محترفه زي الراجل بتاع جوجل ماب، الراجل المحترم اللي عارف الطرق كلها، يقول لك روح مثلا انا رايح الفندق الفلاني او رايح مثلا مشوار الفلاني، يقول لك روح في كذا، وتلاقيه بيكلمك في الوقت المناسب، رسم لك الخريطه صح، وتلاقيه وصلك فعلا صح. التاني ده انا ياما مشيت عليه، التاني اللي هو البايظ ده انا مش عارف اسمه ايه، ما انا بص لازم ابهدل الدنيا اللي بيدخلك كل شويه. وداني في حتة، أنا مرة وداني في حتة يعني رايح لصديق عزيز علينا في مكان فلاني وكاتب كذا، وراجل بعت لي اللوكيشن بتاعه وداني في حتة يعني واقف بتخصصتين، دخلت مكان وطلع لي ناس بكلاب، حضرتك رايح فين؟ رايح فين ايه؟ مش دي بيت فلان الفلاني؟ لا ده دي الحتة الفلانية، ارجع ارجع، وده هو بيقول لي كذا اهو. والله ما انا انا بضحكك على ايه؟ الخطة العلاجية بين المحترف وغير المحترف كده. صح، ما هي ديت اللي بتعمل المشاكل مع العيانين، وهي ديت اللي بتعمل الـ 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 الفشل او بتعمل عدم التوقع. او واحد يرفع دكتور مثلا يرفع سقف الاحلام جدا 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 للدكتور والحاله للمريض، والحاله ديت مش مبشره خالص. لازم هي دي الخبره، مين اللي هيحط التريتمنت بلان او مين اللي هيحط الجوجل ماب زي ما انت وصفتها عشان نوصل صح من غير معاناه. ويقول لك بقى ان انت هتوصلي كذا والطريق كذا، وفي مش عارف ايه، وفي بقى بنزينه هنا، وفي الطريق هياخد 42 دقيقه، هيحصل ورم، هيحصل كذا، والطريق هياخد كذا وقت بالظبط. طيب بالزبط. الزراعه تصلح لمين؟ او بشكل اخر، ما الذي لا يصلح له الزراعه؟ لا يصلح له صعبه، قليلين جدا جدا جدا. لكن ممكن نعكس السؤال بطريقه مبشره، كل الناس تسمح لها الزراعة ما عدا الناس اللي هي عندها مشاكل كبيره قوي. يعني مثلا بياخد جلسات كيماوي او اشعاعي ولسه شغال فيه، وعلى فكره برضو ممكن بس يكون خلصه مثلا من 6 شهور. زي مثلا حد عنده مشاكل كبد وكلى وقلب وسكر مش مظبوط، يعني عارف ايه لما تحس الامور هنظبط الحاجات اوفر قوي. بس برضو هنظبط وبعد كده هنيجي نعمل. لا تصلح نهائيا لا، لكن ممكن تصلح بعد مرحله تظبيط. هل الزراعه ليها انواع؟ طبعا يعني كلمه طبعاً. انواع تايبنج طبعا ايه بقى؟ ليها انواع، ويا ريت العيان يدي فرصه للدكتور يقول له الانواع المناسبه لحالتك ايه. لان انا بقيت اجي اقول لك ايه، انا عايز السويسري، انا عايز الالماني، انا عايز الامريكي. بقيت اسمع حاجات اللي هو جاي ومصر ومقتنع، في حد قال له ان هو دوت الساعه السويسري مفيش اعلى منها. يا فندم ده في الساعات، لكن مين اللي قال ان دوت مفيش اعلى منه؟ يجي واحد يقول لك لا الامريكي لا يعلى عليه. طب مين اللي قال لحضرتك؟ ايه مواصفات الزرع؟ وبعدين الزراعه فيها عالم، انت ممكن تلاقي الحاجه مكتوب عليها ميد ان جيرمان وهي تبقى ميد ان حاجه ثانيه خالص. مين اللي قال ده؟ لازم تبقى شركه معتمده، لازم تبقى جايبها من المصدر، لازم تبقى متاكد منها 1000000%، لازم تبقى مذاكر السيرف تريتمنت ومذاكر الزرعه دي معموله من ايه ومتعقمه ازاي وشكلها ايه من بره ومواصفاتها ايه وتنفع ايه. ده انت عندك نفس نوع الزرعه فيها 10 15 شكل، هل دي حاجه انت تعرفها مثلا؟ نفس الزرعه ونفس الموديل ونفس الطول ليها 15 شكل، في المثلثي، في الهرمي، في السلندر يعني نازل كله مخروطي، مخروطي لا السلندر يعني زي الانبوبه، تبقى نازله زي الانبوبه اسطوانيه. لازم في بقول لك 15 شكل لنفس الزرعه ونفس الطول ونفس العرض. مين بقى اللي هيقرر الكلام ده؟ مش حاجه اسمها حطي لي الامريكي حطي لي السويسري، لا لازم لازم ادام واثق في الدكتور اللي انت رايح له سيبه يقول لك الانسب لحالتك انت ايه. هو دوت الصح. الاشعه المقطعيه، هل احنا بنبالغ لما نقول انها مهمه جدا في الزراعه؟ هل احنا متحيزين قوي للاشعه المقطعيه يعني؟
عشان عندنا جهاز اشعه. طيب يعني انا واحده اللي عندي اشعه مقطعه، ده مصر كلها بقى عندها دلوقتي جهاز اشعه مقطعه. لا بص، لما بتحصل المشكله بتندم زي بالظبط ايه، لما تنزل كده وتسيب مفتاح العربيه جوه العربيه وتقوم قافل وزي الفل وتروح بعيد وتاني تلاقي العربيه قفلت، ساعتها تقول ايه؟ يا ريتني ما كنت عملت في نفسي كده، صح؟ انا من الناس بتلبس المفتاح على فكره خاتم عشان الموضوع دوت عامل لي عقده نفسيه. اول ما اتحرك العربيه لازم المفتاح البسه زي الخاتم. حسيت ان انت حصلت لك ده كتير. لسه حاصله والله العظيم ازاز وحاجه. يا خراب ابيض هعمل ايه؟ ما هو دي مواقف ترجع تقول ايه، يا ريتني ما كنت قلعته من صباعي، انا بلبسه زي الخاتم، ما بقى انا ما بتحركش المفتاح في ايديا. دي بالظبط نفس فكره الاشعه المقطعيه. بعد ما بتحصل مشكله بتندم، بتقول ايه ده انا بوظت الطبخه على رشه ملح. لا، ادام داخل تعمل عمليه او داخل تعمل حاجه مكلفه او داخل تحط حاجه في العظم، يعني حاجه هتبقى جوه جسمك، حاجه انترنال، الموضوع ما فيهوش هزار. الموضوع لازم يتعمل صح علشان ما تندمش في الوقت اللي هو مش هينفع فيه الندم. غير حاجات كتير انا بحب احط الحاجه في مكانها، بس فرضا جدلا عملت حلو حشوه فرضا جدلا دي من غير اشعه مقطعيه وقابلت مشكلة. عجبتني فرضا جدلا. ايوه فرضا جدلا، هيحصل ايه؟ هتعيد الحشوه، صح؟ الدنيا ما وقعتش يعني. الموضوع ما مش فظيع، ولكن هو غلط، ما قلناش انه صح. وانس ان انت محتاج علشان حشوه فيها مشكله ما او الجدر فيه مشكله ما او العظم، ودي حاله تستحق مقطعيه، هتتعمل مقطعيه. حاله ما تستحقش ملوش لازمه. يعني حاله زي كده، الحاله ديت شخص عزيز عليا جدا على فكره، قعدنا يعني نقاوم معاه. الحاله ديت جايه تعمل تركيبه او جايه تعمل حاجه تجميليه. انا شكيت بخبرتي 24 سنه قاعده بسمع، انا شكيت الموضوع دوت في حاجه مش طبيعيه، شكل السنان في حركه كده في السنان، في حاجه كده انت بتحسها، عارف انت بتحس ان دي شغلتك 24 سنه قاعد في بق العيان بتحس بحاجه غيامه كده. صور مقطعي الراجل دوت، لا طب وليه ومش ليه، حطي لي طرابيش، طب حطي لي ايه، طب اعملي لي ايه. 24 سنه قاعد في بق العيان، 24 سنه قاعد سنان بس، ما خدتش اسبوع اجازه، مش معقول. فانا لما شكيت عملت اشعه مقطعيه، على فكره دي بانوراما بتاعه المقطعيه، في حاجه دي فوق هنا. بص انت فوق بقى، بص الدايره السوداء اللي عامله زي ما تكون في مراخير طالعه كده في بقه، في حاجه ضلمه كبيره. تخيل ده كيس دهني. تخيل بقى الكيس الدهني ده منين؟ من اول اكبر ضرس يمين اللي هو رقم 6 لحد رقم 4 الناحيه الثانيه. تخيل انت عديت خط النص، انت ماشي بكيس، انت لازم نحلل كمان ليكون ورم. لا لا لا، هو مش ورم، بس انا حللته، بس هو مش ورم، ده كيس دهني معروف. وكمان واخد من بره لحد سقف الحلق من جوه. يعني انت بتتكلم في حادثه. دي لو كنت مشيت على كلامه وعملنا طرابيش وفضل المشكله موجوده، يجي بعدها يقول لي بينزل دم، بينزل مده، بينزل واتيفر، بينزل، تقول له ايه؟ انا نسيت اعمل اشعه، ما خدتش بالي. لا والله اعذرني، المريض ما عندوش الكلام ده، فيش الكلام ده، ده صح، مفيش الكلام ده. انا بعد بقول لك ما اتفقنا، نسيت اعمل تحليل اللي ما عرفتش ان انت عندك غده هي، وانا والي وانا عارف. بس دي بقى الحاله دي تضحك على اي دكتور ما عندهوش انف اكسبيرينس. ليه؟ العيان جاي ما عندوش اي شكوى، عندوش كام سنه كده عايزين نغطيها بطرابيش، الموضوع بسيط، الموضوع سهل، بس دي بقى فيها اكسبيرينس، ان انت تحس كده ان في حاجه قلق. دي بقى الاكسبيرينس اللي في الموضوع. يعني دي لو كنت انا مشيت على كلامه وركبنا بريدج زي اللي هو عامله في الناحيه اليمين ديت، وكنت انا طوعت وعملت يمين زي شمال، كنت انا هبقى دخلت دخله مش حلوه خالص. فلازم الدكتور يبقى عنده الانف اكسبيرينس يقول لك انت حاله ايه، طريقك ايه. وبعد ما عملنا الاشعه بتاعته وشفنا القصه دي، حاله تحولت من فينيرز او بريدج، من تجميل لحاجه علاجيه. وكمان شلنا الكيس الدهني ده، حطينا كميه عظم كبيره مش قليله، حطينا حوالي 4 جرام عظم على فكره، ده رقم كبير جدا بالنسبه لشغلنا. ان انت عندك الكيس الدهني ده من بره، من ناحيه بره، من ناحيه الشفه، واخد لحد نص سقف حلقه، كل دوت شلنا ونظفنا، بقى قدامنا حفره، عارف الحفره اللي هو هتقعد تقفل تقفل تقفل. ده طبعا الاشعه المقطعيه هي بالظبط اللي هو لازم تتعمل علشان تعمل شغل حلو، ما تندمش وقت ما تكون خلصت كل حاجه وملوش لازمه الندم.
امتى اعمل لودينج بقى؟ لودينج حلوه اللودينج دي. بس اللودينج ده تركيب اللودينج. انا ركبت الزرعه هحط عليها السنه بقى اللي تركب فوق الزرع عشان تبان السنه دي. النبي سيب لي اللودينج ده. النبي انا بس رشح للناس خبراتي في الاسنان. الناس بتيجي كلها ايميديت لودينج. انا لسه النهارده لسه الراجل بيقول لي انت بتقولي في الحلقه بتاعتك ان انت بتطلعيني باسنان. عايزين نزرع عظم، عايزين نعمل استبعاد للعصب، عايزين نعمل تكثيف للعظم يعني نتخنه. عنده سكر، عنده مشكلة في الكبد، فوق ال 65 سنة. عايز يعمل immediate loading. احنا بنهزر. لا كده بنهزر كده، ما فيش حاجة في الكتاب ناقصة. يعني كده انت مذاكر الشابتر من اوله لاخره اللي هو الكونترا اندكيشنز اللي هو مش هيحصل. ما ينفعش ما ينفعش. حتى انا قلت له، انا في كل حلقاتي قلت في حالات لا يصلح لها، ما ينفعش، دي حالة استحالة، دي لازم الزرعة تبقى حلوة. دي حالة استحالة. انت بتقولي النهارده كلام اقسم بالله شاعر يعني 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 حلو قوي. انت دي تاني حاجة اتقلتيها من شوية برضو، كان في حاجة كده جملة جميلة. فرضا جدلا، فرضا جدلا، دي حالة استحالة، ده احنا لازم نكتب. انا بقول له احنا ناخد الكلمات دي. تمام. ليه بقى؟ انا نفسي بقول للناس ايه، يعني عشان انا ما احبش اسعر حد. ماشي نعمل عليها immediate loading ماشي، بس الزرعات دي هتبوظ. يبقى انت تبقى لازم تبقى متقبل ان نسبه ان الزرعات دي تبوظ 95%. هتبوظ هتبوظ، متقبل نعمل immediate loading، ما عنديش مشكله، بس بالعقل. هل ده معقول؟ يعني معقول تتعب عشان تطلع الجبل؟ او ما تطلع الجبل تقول خلاص والله اصل انا ما كانش ليا مزاج انزل تاني. طب استمتع طيب بالحاجه اللي احنا عملناها. ما ينفعش بعد كل هذا المجهود وتقول اصل ما كنتش ده اللي انا عايزه. حرام. ما هو لازم لما تعمل حاجه تبقى فعلا هي دي اللي انت عايز تعملها، وهي دي اللي هتقدر تستفيد بيها وتستمتع بيها. افرض انسان فقد سنه وقال لك مش مركب، مش زارع، مش باينه. انا لسه شايف امبارح ازاي يعني في ناس كتير قوي كان عندهم سنان مفقوده ومطرنشين خالص. لسه شايف فيلم امبارح، ممثله في الفيلم وليها دور المفروض انها ايه، مفروض دكتوره. هو فيلم ما اتفرجتش عليه كتير بس فيلم حلو الحقيقه. وفوجئت بالبروفيل كده من الناحيه اليمين انه مفيش سنه موجوده. هو بقول لك الفيلم ده اسمه ايه بعد كده. والمهم ان الفيلم ده المخرج من عباقره الاخراج في مصر، له مدرسه خاصه. ايه بقى؟ يعني ليه انا اللي عايز اسال ايه بقى؟ ليه حد يبقى عنده سنه مش باينه في يعني باينه مع الابتسامه، باينه مع التصوير؟ انا امبارح كنت في مكان سهرانه فيه، مكان راقي جدا جدا، فجت واحده قاعده في الترابيزه اللي جنبي شيك جدا جدا. حصل حاجه ضحكت، اول ما ضحكت انا كنت عايزه اقوم اديها رقم موبايلي. والله كانت صعبانه عليا. اول ما ضحكت لقيت لك النبين مش موجودين، فراغ كده اسود، اسنان اللي قدام مكسره، منظر مخيف اللي هو ايه، ازاي ازاي، طب ليه يعني، ايه اللي يخليها بالشياكه دي وبالجمال دوت وبالرقي دوت في مكان بالمنظر ده؟ طب يعني ما تضحكش خلاص، ما تضحكش تاني خالص. اول ما ضحكت لقيت نفسي عيني عملت كده اللي هو انا لقطتها في نفس الثانيه. ليه؟ مش عينك بس على فكره، انت مش ليه؟ عادي لك يا استاذ الدكتور السنه اللي واخده بقى اي عين بتلقطها طبعا. ليه؟ علشان ايه؟ ما عندهاش وقت مثلا، غير منطقي. المنطقي الوحيد ان انت تحاول، ولو فشلت تحاول تاني. انا ما عنديش مبدا الفشل ده خالص، هتحاول تاني، وان فشلت هتحاول تالت، لكن ما حدش يمشي كده ابدا ابدا. طب سنه واحده بس، السنان عندها اللي قبلها واللي بعدها، اللي هو قبل وبعد مكان الفاضي، يبداوا يميلوا. اللي تحت هتبدا تطلع. يعني احنا المشكله مش انك تركب سنه، المشكله ان انت الهارموني بتاع البق هيبوظ. طب ليه تسيب الهارموني بدل ما انت بعد كده هتروح تزرع؟ ده انت هتروح كمان تعالج السنه اللي قبلها واللي بعدها. اللي تحت هتبدا تعالج كل الهارموني ده عشان توصل لحاجه مظبوطه. يعني دي مش 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 شطاره ان انت تسيب تقول مش مهم ما جاتش على سنه، لا ده اللي قبلها واللي بعدها، تحت وفوق كل ده باظ، الهارموني بتاع بقك باظ. دلوقتي في ناس ممكن تجي لك دي، كان يعني برضو على فكره انا بتهيألي الحته دي لسه قدامها طريق طويل، اللي هي زراعه الفك بالكامل دي. بتهيألي ده طريق طويل لسه قوي. طريق طويل لمين؟ لانه ناس عندها ثقافه ان انا ممكن اروح ازرع فك بالكامل. انا بتهيألي لسه قدامنا سنين او فتره مش قصيره عشان نفهم الناس قيمه زراعه فك بالكامل. لانه الفك بالكامل يقول لك انا هركب طاقه.
هي دي فيها مشكله ان الناس دايما تيجي تقول لك ايه، طب كفايه اتنين بس يكونوا زرعات نوع حلو ويشيلوا البق على بعضه. مفيش حاجه اسمها كده، حاجه اسمها وزنه. يعني في ينفع تطلع عماره 12 دور على عمودين؟ ما هو برضو في منطق. لا ما تنفعش طبعا. هو شويه الناس ما عندهاش ثقافه ان الدكتور ياخد قرار، ما عندهاش ثقافه ان ده ما ينفعش. دايما المريض عنده نظريه التخوين، يخون الدكتور. هو بيعمل كده ليه؟ هو بيستغلني. طب ما هو ممكن ما هو فلانه زرعت العماره على عمودين. مش حاجه اسمها كده، مش منطق. يعني حاله زي كده، السنان اللي يمين وشمال مكان الفاضي حالتهم وحشه، تحت حالتهم وحشه، تفتكر ان انا عرفت مثلا اقنعه ان احنا نتكلم في الفك الكامل او رافض المبدا تماما. ده بلس ان كميه العظم قليله، احنا احتاجنا نكثف العظم. شغل كتير جدا، بس المريض ان هو يقبل ان انت تقول له انت الايديال بتاعك كذا ما بيقبلهاش. ليه؟ مش عارفه، عشان كده بقول لك نظريه التخوين. ليه؟ ما اعرفش. الحاله ديت لازم كان يزرع المكان اللي مفقود، لازم يعالج السنان اللي يمين والشمال والسنان اللي تحت. الحمد لله قدرت اقنعه اكتر حاجه ممكنه، بس انا شايفه كان ممكن اعمل احسن من كده. يعني انا شايفه ان كان ممكن اطلعها اجمل، بس ده بعد اقناع. خدت بالك الشفه وهي مشدوده، ما فيش مكان ما بين الشفه والسنان. الحاله دي كان لازم يحصل تعريض اكتر للفك، السنان تنزل اكتر من كده عشان لما يبتسم تبان مساحه اكبر. بس دي المريض رفض كل الرفض. لك دايما برضو زي ما بقول لك ايه، ليه هتعملي كده؟ ليه تكلفيني على العظم ده كله عشان اجيب النتيجه المثاليه؟ هو مبسوط جدا وراضي وسعيد وشايف ان النتيجه دي هايله. انا بقول لك لا، في احسن من ده كان ممكن يجي. هروح لمنطقه ثانيه، لمنطقه التخطيط لزراعه فك بالكامل. مش سهله ان انا، لان انا مش عندي كنجايد، انا ما عنديش حاجه ابني عليها، ما عنديش سنان حواليا، فانا هعمل سنان على قدها على عضه، ما فيش عضه اساسا. اكسبيرينس. ومين قال ان لازم يبقى في سنان موجوده عشان نظبط بيها العضه؟ واحنا كده يبقى ما ينفعش. انت بتقولي هاتي لي فستان عشان افصلك عليه فستان، طب ما انت عندك الفستان. لا طبعا، انت عندك الحته. لا طبعا. لا طبعا. لا، اكسبيرينس. اكسبيرينس، اشعه، ايد داخله، توقع بقى. لا طبعا. اللي نفسي الناس تعرفه حاجه، اول ان فور طفره الزراعة، اللي هو تعمل الفك كله على اربع زرعات. دي طفره هايله جدا، بس كذا حد يجي يقول لي اعملي لي اربع زرعات. انا رحت الفلان قال لي اربع زرعات. ما ينفعش اربع زرعات في كل المرضى، ده مش اوبشن. يعني انا مثلا مش قادر احط ست زرعات فاحط اربعه. لا، دي حاجه علاجيه لوضع معين. زي واحد خبطاه عربيه ممكن يجبس دراعه، بس تحط له شرايح ليه؟ الشريحة بتتحط في وقت معين. ما ينفعش نحط all in four في كل الأوضاع. all in four انت بتدخل بزرعات بميل معين علشان خاطر الفلور اوف ذا نوز، اللي هو قاع الانف قريب، وانت اوريدي عزلته وما ينفعش تعزل اكتر من كده، فهتدخل بزوايا ميل معينة علشان تحط اربع زرعات. والزرعات الاول ان فور دي ليها ماركات معينه اغلى من الزرعات العاديه. يعني ممكن تحط اربع زرعات وتتكلف اكتر من ست زرعات. لما بتيجي تركب مش اي ابارتمنتس بتركب عليها، دي ليها قصه لوحدها، والسنان بتاعتها اغلى من السنان العاديه ثلاث مرات. القصه مش ان انت مش شطاره ان انت ما تحطش سته تحط اربعه. لا، ده اللي حاطط اربعه ده حاطه مضطر. زي مبدا مش شطاره ان انا ايدي اتكسرت احط لها شرايح. لا، دي مش حالتها، مش كتر فلوس ولا هي توظيف ولا انا عندي شرايح فاحطها. دي حاله لازم يتحط لها اول ان فور، ودي حاله لازم يتحط لها ست زرعات. دي الدكتور هو اللي بيشخصها. ولما انا برفض الاربع زرعات بيفتكر ان انا ببروموت للست زرعات. اطلاقا، انا ببروموت للاحسن للمريض، اللي هو يستفيد منه، اللي هو انا لما اقعد في حلقه زي كده اقول انا عملت كذا. مش شطاره ان انا ادفعه اكتر ولا ادفعه اقل. الشطاره ان انا الصح هو اللي يتعمل، مش الاقتراحات.
انا مبسوط قوي بحكاويكي جدا النهارده، والنهارده في جمل رائعه، بس قولي لي بقى ايه يعني كالعاده يعني زي كل مره كده بحب بسيبك كده تسترسلي، واحب اسمع مني كده ايه اكتر الحاجات اللي حصلت خلال الاسبوع ده. خلال الاسبوع ده؟ الاسبوع ده الاسبوع 10 ايام اللي فاتوا دول ايه اللي يعني اكيد انت ما بتكتبيش ليه مذكراتك؟ خلال الاسبوع، خلال الساعتين اللي فاتوا انا اجيب لك ذكريات كتيره جدا. قولي اكتر من الست بتاعت انا خايفه سد فلق السعد الرزق يوقف. لا لا لسه قريب دي. مفيش ادي لسه ما بقلقش حاجه بسيطه جدا. لا اكتر من كده لا مفيش. لا ده حاجه يعني مفيش حاجه حصلت يعني يعني خليتك تتنرفزي بقى؟ لا اتنرفز لا، بس يعني الحمد لله مش بتنرفز، بس ببقى بتبقى ضحك. ليه عارف ليه كده؟ يعني جالي مره واحده عندها توأم لسه قريب برضه، عندها توأم. المشكله المضحكه ان دوت عنده مثلا ضرس مسوس يمين، ده عنده ضرس مسوس الشمال، والست مصره لا دول توأم، حضرتك اكشفي تاني اكيد نفس الضرس هو اللي مسوس. بس على فكره لا مش هو نفس الضرس هو اللي مسوس، لا اصل ده انا شربته لبن اكتر من ده، فهل ده تقصير مني؟ يا ستي بس استني اطلعي من الموضوع التوأمه ديت، دوت والله العظيم ضرسه اليمين مسوس وده ضرسه الشمال مسوس. ليه انت معتبراهم واحد واتقسم اثنين؟ ولو واحد واتقسم اثنين طب ما هو وارد ان نصك اليمين يبقى مختلف عن نصك الشمال، على فكره حاجه عاديه جدا. الامهات الجداد اليومين دول اللي هم الجيل الجديد لطيفه جدا، عندنا اصغر شويه لطيفه جدا، دمهم خفيف يعني بيبقى كهربتهم عاليه وبتلاقي كهرباء العيال ويلا التمرين الساعه 7 الصبح، انا عايزك تبقى بطل. لو قمت لي 7 الصبح عشان اتدرب مش هقوم. اتدرب مين يا باشا؟ اضرب مش اتدرب، هضرب. نورتيني وشرفتيني وسعدتيني كالعاده بحوارك الممتع جدا النهارده احنا استمتعنا بالانتقال عبر اجزاء كتير، من اول انا طبعا الحوار ما شاء الله طويل، ف من اول بقى التلون الاسنان مرورا ب التقويم، النهارده ادينا له حقه جامد قوي قوي، محدش بيقول لي ما اديتيش التقويم لا التقويم اللي هو ده مننا ما نقدرش نسيب، ووصولا برضو بالزراعه ومشينا على الكراودنج الازدحام، في بقى حاجات كمان بقينا محددين فيها جدا زي النابل المتعلق او النابل المدفون مش عارف ايه. اكتر حاجه جديده اتكلمنا فيها البناء فوق الجدر، البناء فوق الجدر طبعا اللي هو الريستوراتيف اللي انا تفوقت فيها صح. اللي انا قلت لك فيها، لان انا يعني في ناس كتير بدات ترى فيا دكتور سنان خفي. ايوه التالنت، انا مقلب. التالنت. الله يكون في عونكم، ربنا يخليك. احييكم جدا كاطباء اسنان لانكم انتوا سيكتور من الناس بيشتغل بجهد غير عادي، التوطيه وان انا اقعد اشتغل تحت ستريس وخايف العين يتالم ومش عارف ايه، وبعدين بشتغل بايدي مفيش اي حاجه ثانيه، لا والعين صاحي وشغال بقى 14 15 ساعه ومفيش لا والعين قاعد بره وانا لازم اكشف وانا لازم اعمل وانا عندي الم، فانت لازم تمشي من غير الم، ما عنديش سن. لا الله يكون في عونكم، ربنا يخليك. تحيه خاصه ليكي وليكم كطب الاسنان بلا شك ضيفتي العزيزه الاستاذ دكتور اسراء سعيد، مبدعه في واحده من حوارتها الممتعه في حديث الاسنان اللي نقدر نقول عليه دفتر احوال دكتور سنان. خليكم دايما مع الناس الحلوه.